في السي تي، لكن هيبقى الاساس عن الشاست اكس راي، لان هو ده البيزك زي ما قلت لكم اللي انا مهتم ان احنا نعرفه كويس. قبل ما هنتكلم عن الاناتومي بتاع الشاست اكس راي وكده، لازم ناخد مقدمه خفيفه عن الجروس اناتومي بتاع اللنج بتاع الشاست، عشان نفهم بعد كده هيبان ازاي بعد كده في الاكس راي. عارفين ان اللنج تتقسم للوبس، وكل لوب بعد كده هيتقسم لسيجمنتس. الرايت لانج بتتقسم لثلاثه لوبس، الابر لوب والميدل لوب واللور لوب. اما الليفت لانج زي ما انتم عارفين بتتقسم ل، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هتقسم لابر لوب لور لوب. اللينجولا ما هياش لوب لوحده، ده هي جزء من الابر لوب. ماشي. اللانج بتتقسم للوبس عن طريق الفيشر، عندنا ميجور فيشر اللي هو الاوبليك فيشر اللي موجود في الرايت والليفت لانج، وفي الهوريزونتال فيشر اللي هو الماينور فيشر اللي موجود في الرايت لانج بس. دولت الميجور او الاساسيين، الفيشرز الاساسيين. وفي بعد كده اكسسوري فيشرز هنشوفهم. الاير وايز طبعا عندنا بتبتدي من اول التراكيه اللي هي كونتينويشن اللارنكس من عند الانفيل بورد بتاع الكريكويد لحد ما تتقسم تحت في الكراين اللي هو البايفوركيشن بتاعها لرايت مين ستيم وليفت مين ستيم برونكاي. والرايت مين ستيم هتدي بعد كده رايت ابر لوبر برونكس وتكمل برونكس انترميديوس اللي هتتقسم بعد كده هي نفسها برونكس انترميديوس لميدل لوب ولور لوب. والليفت مين ستيم برونكس هتدي برده ليفت ابر لوبر وتدي لور ليفت لور لوبر برونكس. هنعرف كلمة عن البالمونري فاسكليتشر وعن الهارت والجريد فيسلز وايه الاناتومي بتاع البلورا والشستور. الحاجات دي هنحاول نلمها قدر المستطاع بسرعة. اللنج ايبكس 2.5 سنتي اباف الكلافيكل، بعض الكتب كاتبه لا ده حد 5 سنتي اباف الكلافيكل، وانا في اعتقادي ان الاختلاف من 2.5 ل 5 سنتي ده علشان اختلاف البروجيكشن بتاع العيان قد ايه، يعني هو شويه لوردوتك ولا هو شويه واقف صح، فده هيخلي اللنج ايبكس تزيد او تقل، ما فيهاش يعني ما فيهاش اهميه فظيعه هي 2.5 ولا هي 5 يعني. ليها ايبكس من فوق، ليها بيز اللي هو نايم على الدايفرام، وليها سيرفيسز كوستال سيرفيس اللي بتغطى بالريبس والشيست وول، ميدياستاينال سيرفيس اللي هو الانر او الميديال سيرفيس اللي هو ما بين التو ميدياستاينال سيرفيسز لللانجز، هيبقى في النص ده كل القصه بتاعت الميدياستاينم والهارت وتفاصيلهم اللي هنشوفهم دلوقتي. بعد كده ليها بوردرز بيسموهم الانتيريور بوردر والبوستيريور بوردر والانفيريور بوردر. زي ما قلنا بتتقسم للوبس زي ما احنا عارفين، الرايت لانج ليها ابر وميدل ولور، والليفت لانج ليها ابر ولور بس، واللينجولا جزء من الابر لوب. ففي اللانج اناتومي الفرق ما بين الليفت لانج والرايت لانج في السيجمنتيشن، الرايت لانج الابر لوب بتاعها بيتقسم ل انتيريور وبوستيريور وابيكال سيجمنتس، anterior و posterior و apical. اما الليفت لانج بتتقسم ل anterior و epico posterior، بتتقسم ل anterior و epico posterior، لان ال epical segment وال posterior segment بتاعت الليفت upper loop بيبقى مع بعض combined مع بعض وليهم برونكس واحد، فكده يبقى الليفت لوب نقصت الليفت upper loop نقص segment عن الرايت. بعد كده نيجي في الميدل لوب، طبعا مفيش ميدل لوب في الليفت، الرايت ميدل لوب هيتقسم لايه؟ لميديال ولاترال سيجمنت. اما اللينجولا اللي هي تابعه للابر لوب هتتقسم لسوبيريور لينجولار وانفيريور لينجولار سيجمنت. اللور لوب في اللنج هتقسم لخمسه سيجمنت، الرايت هيبقى ليها سوبيريور سيجمنت، بعد كده ميديال ولاترال وانتيريور وبوستيريور بيزال سيجمنت. في الليفت لنج المفروض هم الخمسه برضو موجودين، بس لان الميديال سيجمنت بتاعتها صغيره جدا وبتبقى الهارت مخبي على اغلبها وضغط اغلبها، فاحيان كتير يخلوها الانتيرور مع الميديال يسموها انتروميديال بيزال سيجمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا ليفت لانج، فتبقى كان الليفت لانج نقصت ايه؟ سيجمنت ثانيه كمان غير السيجمنت اللي نقصتها في الابر لوب. ادي شكل الفيشر، الميجر فيشر هو اللي بيبقى ماشي بالعرض كده، والماينور فيشر هو اللي ماشي سوري الميجور فيشر يعني ماشي اوبليك كده، والماينور فيشر هو اللي ماشي بالعرض. وبالتالي بيجي لكم ساعات في الام سي كيو الماينور فيشر سيبريتنج ايه؟ الميدل لوب عن اللور لوب ولا الميدل لوب عن الابر لوب؟ الماينور فيشر الهوريزونتال فيشر سيبريتنج الميدل لوب عن
عن الابر، سيبريتنج الميدل لوب عن الابر، عشان الماينور فيشر ما هوش ماشي كده، لا ده هو ماشي لقدام. اما بقى الاكسسوري فيشرز فكتير، في اكسسوري فيشرز كتيره ساعات يبقوا موجودين وساعات لا. اشهرهم واهمهم هو الازايجوس فيشر. الازايجوس فيشر ده اكسسوري فيشر موجود في الرايت ابر لوب، وبيتكون نتيجه لان الازايجوس فين بقى لاترالي شويه للسبريز. هو المفروض الازايجوس فين يروح يمسك فين او درين فين في السوبيريو فينيكيفا من الحته دي هنا كده. لو بقى لاترالي شويه ديسبليز هيخش جوه اللنج ويعمل ديب انفاجينيشن كده، فيبقى ياخد معاه حته من اللنج تبقى ميديا ليه، فيسموه اكسسوري ازايجوس فيشر. والحته من الابر لوب الرايت ابر لوب اللي هي ميديا ليه بيسموها الايه؟ الازايجوس لوب، بيسموها الازايجوس لوب. طبعا الليفت لانج ممكن يجي معاها يجي فيها اكسسوري ماينور فيشر. اكسلنت انك طيب عامل ايه؟ كله تمام. الليفت لانج ممكن يجي فيها كمان اكسسوري ماينور فيشر يفصل اللينجلا عن بقيه الابر، عن بقيه الابر لوب. في بقى انفيريو اكسسوري وسوبيريو. انفيريو اكسسوري ده بيجي ساعات في الرايت لور لوب يفصل الميديال بيزل سيجمنت الصغيره عن بقيه الرايت لور لوب. السوبيريو اكسسوري فيشر ساعات يبقى موجود سواء في الاب في الرايت او الليفت، بيفصل بيها السوبيريو سيجمنت بتاعت اللور لوب عن بقيه اللور لوب. فيرتيكال دي مش مهمه خالص. ده مثال لاشهر يعني اكسسوري فيشر موجود اللي هو الازايجوس فيشر. زي ما احنا شايفين بيبقى ليه كاركترستيك تير دروب شيب موجود فاصل الحته دي، بقى قلنا بنسميها ايه؟ الازايجوس، الازايجوس لوب ماشي. وده الايه؟ الازايجوس فيشر. ده الازايجوس فين نفسه وهو دريننج، وحتى بالسي تي بيبقى ليه نفس الايه المنظر تقريبا. التراكيه دي حوالي 20 ملم ان دايمتر، والدايمتر ده يمكن ليها يعني يعني اهميه كلينيكال شويه او في البراكتيكال بعد كده في الاكس راي، ساعات توسع قوي في مرض اسمه تراكيه برونكوميجالي. اكسلان ازيك بس انت. ساعات توسع قوي في مرض اسمه تراكيو برونكوميجالي مثلا، ده حاجه بيسموه ساعات منير كون سيندروم. مرض ما هوش كومن قوي بس مش هنشخصه الا لما نبقى عارفين ان التراكيه الدايمتر بتاعها المفروض 20 مللي، لو زادت عن 23 او كده بيشخص هذا المرض. ساعات يبقى ليها شيب مختلف شويه، وده كومن شويه في عيانين بتوع الانفيزيما والكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، بيسموها سابر شيث تراكيه. بتبقى السابر شيث يعني كانها ضغطت عليها كده، فبتبقى عامله الانتيرو الاي بي دايمتر طويل لكن الترانسفيرس دايمتر ايه؟ قل، ضغطت من الجناب كده. فده شكل تراكية من الحاجات المهمه. برضو البوستيرو وول كونفيجريشن بتاعها بتاع التراكية من الحاجات المهمه قوي، لان التراكية بيبقى ليها كارتلج سي شيب انكمبليت رينج ديفكتيف بوستيريورلي، ديفكتيف بوستيريورلي. فالعيان وهو بياخد نفسه بتغير شكل الايه البوستيرور وول بتاعها، وهو ده احيانا من ضمن الحاجات اللي يجي يقول لك هو الفحص ده انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري. طبيعي ان احنا لما بنيجي نصور سيتي تشيست مثلا بنقول العيان خد نفس جامد واكتمه، فهو بيتصور الفحص بيتصور كله ايه؟ انسبيراتوري. في بعض الانديكيشنز اللي بنحتاج ناخد معاها اكسبيراتوري فيلم، دي حاجات نادره، حالات نادره محدش بيعملها نادر، لكن يعني لو العيان ده اتصور اكسبيراتوري بتبتدي التراكيه تاخد الايه البوستيريور وول، يبقى ما هوش بقى راوندد كده كونفكس، لا بيبقى فلات، بيبقى فلات ويدخل لجوه شويه عشان التراكيه بتبتدي ايه تصغر شويه. القصه دي بنقدر نعرف بيها هل ده انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري. ومهم جدا في ديزيز، في ديزيز اسمه حد عارفه؟ الناس اللي داخلين بقى السكند اسمه تراكيو ماليشيا. التراكيو ماليشيا سوفتنينج للكارتج بتاع التراكيو. المفروض ان الكارتج ده لما العيان ياخد اكسبيريشن صحيح البوستيرو وول هيدخل شويه لجوه، لكن تفضل بريزيرفد شيب بتاع التراكيه واليومن بتاعها يفضل معقول شويه. لو الكارتج ده سوفت جدا، وده من احد اهم الانديكيشن اللي بنعمل عشانها الاكسبيراتوري سي تي كاتس، لو احنا شاكين في تراكيو ماليشيا بنخليه ياخد اكسبيراتور فيلم، تلاقي ان البوستيرو وول كولابسد جدا وبقت التراكيه اليومن بتاعها زي ايه كريسنت شيبد كده او سيمي ليونر شيبد، وما فاضلش فيها غير حته صغيره جدا نتيجه للايه الاكسسيف كولابس بتاع التراكيه الوول. بتبقى في الغالب العينين دول بيبقى عملوا انتيوبيشن، عمل قبل كده اندوتراكيال تيوب واتثبت فتره طويله والقف بتاعتها كانت واسعه وبتاع، فمع اهلا وسهلا اهلا وسهلا، فمع الوقت ابتدت الايه التراكيه الوول يضعف.
في نقطه كمان برضو، ان ساعات في الكارتريج بتاع التراكيه يحصل فيه كالسيفيكيشن، وده بالذات بيحصل في الاولد ايج، ده بالذات بيحصل في الاولد ايج برضو. ده كلينيكالي ما هوش سيجنيفيكانت، بس راديولوجيكالي علشان ما حدش يتلخبط فيه ان هو ده مشكله او حاجه، ده نورمال في هذا السن. بعد كده بقى هي بتتقسم ل 23 جينيريشنز، يعني يقصدوا بيها انها تتقسم 23 مره. يعني التراكيه تتقسم لمينستيم برونكاي، ده اول انقسام. كل مينستيم برونكاس تتقسم مثلا رايت تدي رايت ابر لوب برونكاس انترميديس، ده ثاني انقسام. البرونكاس انترميديس مثلا بتدي رايت ميدل لوب ولور لوب، اللور لوب تتقسم لكذا وهكذا. كل انقسام من هذا جينيريشن، هذا جيل. فده هي 23 انقسام بعديه، عشان تعرفوا ان في الاخر السمول برونكيولز دي تبقى فيري فيري سمول، ما نقدرش نشوفها قوي. البرونكاي اللي هم المين واللوبر والسيجمنتال بنسميها برونكاي طول ما هي لسه الكارتليج موجود لسه في الوول. اول ما يبقى الكارتليج يروح من الوول بقت اسمها برونكيول. هذا الكارتليج احنا ما بنقدرش نشوفه بالايمجنج يعني في البرونكاي، لكن هو معروف خلاص المينستيم والرايت والرايت ابر لوبر، ليفت ابر لوبر، رايت برونكس انترميديس، ورايت ميدل لوب، والرايت لور لوب، وفي الناحيه الشمال برضو ليفت لور لوبر برونكاي. اما بقى الديستال اير ويز هي برونكيول، فما ايه لحد الاخر، لحد البرونكيولز دي بقى ليها جنريشنز كتيره جدا جدا جدا. احنا عارفين زي ما قلنا التراكيه 23 جنريشن من بعد الكراين، فقدامنا بقى ايه كل البرونكيول دي تفضل تتقسم لحد ما تيجي في حته بنسميها التيرمينال برونكيول. ده اخر واحد في كل هذه المسافه من اول النوز واللارينكس والتراكيه والبرونكاي وكل البرونكيول بهذه الجنريشنز لحد التيرمينال برونكيول، اسمها كوندكشن او كوندكتيف زون. كل هذه المسافه وصفتها التوصيل، لسه ما حصلش ريسبيريشن، بمعنى الريسبيريشن ما حصلش جاز اكسشينج. اول ما نخش في قصه بعد كده الاخر جنريشن من البرونكيول اللي هي اسمها ريسبيراتوري برونكيول، وبتتحوط بعد كده بحاجه اسمها الفيلر ساكس والفيلر اسيناي وكده، دي ابتدينا بقى في الريسبيريشن بجد. كل هذه القصه مش هدوشكم بيها قوي. زي ما قلنا الاير ويز كوندكتنج زون من اول التراكيه لحد البرونكيولز بتتقسم ازاي، برضو الحاجات دي مش يعني دايكوتومس دي انا يعني هقولها لكم بس عشان تبقوا فاهمينها. يعني ايه دايكوتومس؟ يعني بتتقسم لاثنين، اما والترانزيشنال زون اللي هي ريسبيراتوري برونكيولز وريسبيراتوري زونز، دولت برضو كل واحده بتتقسم لاثنين. المهم عندنا بقى قصه ان احنا السيجمنتال سيستم بتاعه اللنج اناتومي، ده الكلاسيفيكيشن بتاع السيجمنتس اللي انا لسه قايلها لكم اسمها اللي هي جاكسون والهيوبر دي. اما البويدن كلاسيفيكيشن بتاع البرونكيال اناتومي، هما الاثنين قريبين جدا من بعض. يعني ايه؟ يعني مثلا جه في الرايت لوب البويدن ده قال لك احنا هنقسم البرونكاي اللي رايحه للسيجمنتس بتاعت اللنج. احنا عارفين السيجمنتس بتاعت اللنج، فهنعرف البرونكاي اللي رايحه ليها بنفس الاسم. يعني مثلا الرايت لنج قلنا انها عباره عن ابر لوب وميدل لوب ولور لوب. الابر لوب قلنا عباره عن ايبيكال سيجمنت وانتيريور وبوستيريور، فهو هيسمي برضو قال لك بس يبقى البرونكاي اللي رايحه للسيجمنتال برونكس، يعني اللي رايحه للايبيكال سيجمنت هنسميها ايبيكال سيجمنتال برونكس. ايبيكال سيجمنتال برونكس اوف ذا رايت ابر لوب، يعني دي رايحه الايبيكال سيجمنت. فقال لك بدل ما نقعد نسميها بقى كده ذا سيجمنتال برونكس اللي رايحه للرايت ابر لوب مش عارف ايبيكال سيجمنت، لا قال لك احنا نديها ارقام على طول بي 1. يبقى لما يجي يقول لك احنا عندنا ليجن في رايت بي 1، خلاص مش محتاج يقول لك هذه التسميه الطويله انها اقصد بيها السيجمنتال برونكس اللي رايحه للايبيكال سيجمنت اوف ذا رايت ابر لوب، هي البي 1 خلاص. وده بقى ارقام بي 1 دي بتاعت الابيكال، الانتيرو بي 2، البوستيرو بي 3، في الميدل لوب سماهم اللاترال بي 4 والميديال بي 5، في اللور لوب سوبيرو بي 6 وهكذا. زي ما يعني تقسيمه نفس تقسيمه اللنج سيجمنتال اناتومي تقسيمه البرونكيال اناتومي. ساعات يجي كان يجي في الام سي كيو زمان بقى ايام اف ار، كان غير كده، كان زمان الامتحانات بتاعت الاف ار ترو فولس، كان اللي بيجي الاناتومي ترو فولس، ما كانش ام سي كيو وكان ترو فولس كمان ايه الغلطه بماينس، كان امتحانات بقى اللي هي جديده بقى. المهم كان من ضمن الاسئله يعني اللي كان يقول لك مثلا الانتيرو بيزل برونكس دي رقم كان بي 7 وبي 6 ويقعد يلعب لك في الحتات، فكانوا بيحفظوهم التقسيمه بتاعتها بكلمه مالب احفظها ان هي ميديال بعديها الانتيرو بعديها اللاترال اللي هم من 7 ل 10.
من اول بي 7 لبي 10 بكلمه مارك. الكلام ده يعني مش مهم قوي، يعني مش خطير قوي، بس يعني ده ديتيلد اناتومي اللي هو يعني يحب يعرفه. الليفت لانج قسموها نفس القصه، فاكرين ما قلنا الابيكال والبوستيرور سيجمنت بتاعت الليفت ابر لوب بيبقوا مع بعض، فبرضه هو بيروح لها برونكس واحده اللي هي ابيكو بوستيرور برونكس من بي 1 من بي 1 3 هي واحده. معنى كده الانتيرو اللينجولا سوبيريو انفيريور اللور لوب نفس الكلام بتاع، بس زي ما قلنا الميديال بيزل سيجمنت في الليفت لانج بتبقى صغيره جدا، واحيانا بتبقى ابسن، ساعات يضموها مع الانتيرو بيزل فيسموها انترو ميديال بيزل سيجمنت. ودي شكل الايه الدايجرام بتاع البويدن كلاسيفيكيشن والتقسيمه بتاعتها. برضو القصه دي قصه شويه سوفيستيكيتد او يعني ملهاش قيمه قوي، لكن احنا في كهيستولوجيكال بوينت اوف فيو يعني البارينكيما الاناتومي بتاع اللنج بيبقى فيه حاجه اسمها برايمري بالمونري لوبيول، ده بالنسبه لنا في الايمجينج ما هوش متشاف، لان يعني ده ديستال للريسبيراتور برونكيول، ده صغير جدا فما نقدرش نشوفه. اللي اكبر منه سنه الاسينس اللي هي ديستال للترمينال برونكيول، برضه دي ما بنشوفش قوي. الاهم المهمه جدا عندنا بقى هي السكندري بالمونري لوبيول، فهي دي الفانكشنال يونت بتاعه اللنج عامه، هي دي اللي بيحصل فيها الجاز اكستشينج، هي دي اللي بيحصل فيها الجاز اكستشينج. وكل سكندري بالمونري لوبيول بتبقى ليها برانشز من الترمينال برونكيول اللي بعد كده يتفرع للريسبيراتور برونكيول ويدي بعد كده الفيولاي والفيولار ساكس والقصه دي، ومتحوطه بكونكتيف تيشو، متحوطه يعني كانها اللنج دي كانها متقسمه لمجموعه من السكندري بالمونري لوبيولز، كانها اوض، كل اوضه متحوطه بالكونكتيف تيشو بتاعها الخاص بيها، فكل اوضه من دي فيها حواليها كونكتيف تيشو ماشي فيها، ماشي في البريفرال، ماشي فيها الفينز والليمفاتكس، وقاعد جوه في الاوضه في السنترال البرونكس والارتر. البرونكو فاسكولار، مش احنا دايما نقول برونكو فاسكولار ماركنز، فدايما البرونكس مرتبطه مع الارتر، التيرمينال برانشز بتاع البرونكيول مرتبط مع التيرمينال برانشز بتاع الايه الارتريول، دولت ماشيين في السنتر بتاع السكندري بالمونري لوبيول. القصه دي بقى هي دي الوحيده اللي نقدر نشوفها بالايمجينج، ودي السمولست بورشن من اللنج اللي ممكن نشوفها بالهاي ريزوليوشن سي تي. لو عملنا هاي ريزوليوشن محترم وكان فعلا العيان ده عنده اي انترستيشن لانج ديزيز، بيبتدي كلمه تلاقيكم تسمعوها كتير يقول لك ايه انتر لوبيولار سيبتال ثيكنينج. يعني ايه انتر لوبيولار سيبتال ثيكنينج؟ يعني الكونكتيف تيشو اللي حوالي اللي فاصل اللوبيولز ببعضيها بقى تخين، وبالتالي بقينا احنا شايفين اللوبيولز جنب بعض، السكندري بالمونري لوبيولز جنب بعض كانهم خلايا نحل، لانها بتبقى بولي هيدرال ان شيب كده، فكانهم خلايا نحل مرسومين جنب بعض. فالطبيعي ان الكونكتيف تيشو سيبتا دي رفيعه جدا، صعب ان احنا نشوفها الا يعني يا دوبك خفيف جدا، لكن طبعا مع الانترستيشيال لانج ديزيز وان الكونكتيف تيشو بتبتدي تحصل فايبروز و تبتدي السيبتا دي تبقى ثيكند وتتشاف، فتبص تلاقي كان اللنج فعلا متقسمه الخلايا نحل زي الشمع جنب بعض. فده ايه ايه الخلايا النحل دي وايه البوليهيدرال دي؟ دي السكندري بالمونري لوبيولز، ومتحوطه بالكونكتيف تيشو بتاعها، لما بيبقى تيكند بتبقى واضحه جدا جدا في الانترستيشيال لانج ديزيز. ما بين اللوبيولز وبعضها احنا بنقول هم متحوطين بالكونكتيف تيشو كانها مجموعه من الاوض جنب بعضيها، بس ما بينهم يعني كونكشنز بيسموها الانتر لوبيولار كونكشنز او كوميونيكيشنز، حاجه اسمها كانالز اوف لامبرت او بيسموها ساعات شانلز اوف لامبرت ما بين البرونكيولز والالفيولار ساكس، او بورز اوف كون اللي ما بين الالفيولار ساكس وبعضها. الحاجات دي في السن الصغير في الاطفال الصغيرين دي ليها الكلينيكال امبورتنس بتاعها فيما اعلم، يعني في حاجه واحده مشهوره بتتقال دايما فيها اللي هي ايه؟ في الاطفال الصغيرين بتبقى الكونكشنز دي ما هياش ويل ديفلوبد، فبالتالي الكونكتيف تيشو محاوط كل اوضه ومفصوله عن الاوضه اللي جنبيها، لكن مع الوقت بتبتدي الكونكشنز دي الكانالز اوف لامبرت والبورز اوف كون بتبتدي تبقى ويل ديفلوبد ويبقوا كونكتد مع بعض. ايه اهميه القصه دي في كلينيكالي؟ فيما اعلم حاجه واحده، ان هو العيان اللي بيجي له نمونيا بتبتدي النمونيا في الايه؟ على مستوى الايه؟ على مستوى الالفيولار والالفيولاي والالفيولار ساكس. بتبتدي بعد شويه تتنقل من حته من سكندري بالمونري لوبيولا هي اللي الالفيولاي وفيها بكل محتوياتها عن طريق البورز اوف كون والكانالز اوف لامبرت اللي هي الانتر لوبيولار كوميونيكيشنز دي للي جنبيها، تقعد تكبر لدرجه ان ممكن النمونيا تاخد لوب كامل، ممكن النمونيا تاخد لوب كامل سبريد من الفيولاي لالفيولاي ومن سكندري بالمونري لوبيولا اللي جنبه عن طريق الايه الكوميونيكيشنز دي، لدرجه انها ممكن توصل انها تاخد اللوب كامل، لكن تيجي تقف ما تقدرش تاخد اللوب اللي بعديه. ليه؟ لان الفيشر بقى هو اللي بيفصل اللوب عن التاني، الفيشرز هي اللي بتفصل اللوبس عن بعضها، الفيشرز ما فيهاش هزار، الفيشرز ما فيهاش كوميونيكيشنز فتقف. ف
فدي دي القصه بتاعت الادلت نمونيا وانها ازاي ممكن توصل اب تو انها توصل تاخد لوب كامل تبقى لوبر نمونيا. في الاطفال القصه دي ما بتبقاش ويل ديفلوبد. فبالتالي لو جه فوكس اوف انفكشن واخدت سكندري بالمونري ديول او خدت جزء منها ممكن ما يحصلش سبريد جامد للنمونيا وتبقى راوندد ان شيب وتفضل لوكالايز في هذا المكان وما تعملش سبريد للوبيول ما تاخدش اللوب كامل. فده بيسموها راوند نمونيا. عشان كده الاطفال كومن فيهم ان هم يحصل لهم حاجه اسمها راوند نمونيا وده بتبقى من الديفرنشال دايجنوزز بتاع الماس. طفل صغير جايب فيفر الدكتور متوقع نمونيا عمل تشيك اكس راي لقيت راوندد ماس هنعرف الكلام ده طبعا بقى في الباثولوجي في المحاضرات القادمه ان شاء الله. بس دي بتبقى يعني للي ما يعرفهاش هي دايليما. ايه الطفل هيجي له برونكوجينيك كارسينوما يعني وايه علاقته بده بالفيفر؟ طب وهو المفروض عنده نمونيا. هي دي راوند نمونيا، هي دي كومن جدا في الاطفال. ماشي. الالفيولار ابيثيليوم بيتكون من تايب 1 نيوموسايتس وتايب 2 هي اللي بتفرز السيرفكتنس. الكلام ده ما يهمناش غير في مرض اسمه هايلاين ممبرين ديزيز بيبقى فيه ديفكتيف بالذات في العينين البريتيرم. الاطفال اللي اتولدوا بريتيرم بتبقى تايب 2 نيوموسايتس ما هياش ويل ديفلوبد فبالتالي بيبقى عندهم سيرفكتن ديفيشنسي وهو ده الباثولوجي بتاع الهايلاين ممبرين ديزيز. الليمفاتيك نتورك ما هياش مهمنا قوي غير ان احنا قلنا ان البريفرال كونكتيف تيشو اللي محاوط السكندري بالمونري البيولز بيبقى فيه الفينز صح بيبقى فيه الفينز والليمفاتكس. فبالتالي اي انترستيشال لانج ديزيز يخلي فيه الليمفاتك سيستم ابنورماليتي هيعمل انترلوبولار سيبتال ثيكنينج وهيبان في الايه في البريفري بتاع اللوبيولز السكندري بالمونري البالمونري سيركيوليشن. هو احنا اللانج سبلايد بكام سيركيوليشن؟ باتنين سيركيوليشنز، واحدة بالمونري وواحدة سيستميك. البالمونري اللي هي رايحة جاية من بالمونري ارتري يتقسم لرايت وليفت، والرايت بعد كده والليفت كل واحد فيهم يتقسم لاسندنج وديستندنج برانشز، ودولت اللي في الاخر يقعدوا يتفرع الارتري يتفرع الارترز الارترز سيجمنتال وهكذا لحد ما يوصل في الاخر ارتريولز وكابيلاريز، وعلشان هي دي المسؤولة عن الجاز اكستشينج في السكندري بالمونري لوبيول والاسينس والقصة اللي احنا بنتكلم فيها. اما بقى اللنج نفسها هتاخد البلاد سبلاي بتاعها منين؟ هتاخد البلاد سبلاي بتاعها منين؟ من السيستميك سيركيوليشن والقصه بتاعت الايه اللي هنشوفها دلوقتي. البالمونري سيركيوليشن المين بالمونري ارتري الدايمتر بتاعه المفروض بيبقى اقل من 28.5 عند ليفل البايفوركيشن. او احنا يعني لما بنيجي نقيس البالمونري ارتري بنقارنه في الغالب طبعا الكلام ده في السي تي يعني لو احنا عايزين نشوف البالمونري ارتري ده دايليتد ولا لا بنقارنه بالغالب بالاورطه اللي جنبه بالاورطه اللي جنبيه. في الغالب الريش بتبقى 1 تو 1 يعني هما الاثنين عند بعض في الغالب. لو لقيت البالمونري ارتري هو اللي دايليتد قوي بتشك بقى ان في عيان ده عنده مثلا بالمونري هايبرتنشن او خلافه. برضه الاستندنج برانش والديستندنج برانش وليهم مقاسات. المفروض الديستندنج ده ما يزيدش عن 17 مللي، لو زاد برضه معناه ان البالمونري هايبرتنشن. دي قصه مهمه في القصه بتاعت الدايلاتيشن بتاعت البالمونري ارتري واخره. كل بقى واحد من الارتريز دولت هيتقسم بقى سيجمنتال وسب سيجمنتال وهكذا لحد ما يوصل في الاخر ل يعني كلاسيفيكيشن شبيهه جدا بالكلاسيفيكيشن بتاعت البويدن، بس هي بقى اللي رايحه لايه الارتريز اللي رايحه ليه الستيجمنتس دي. يعني مثلا في احنا زي ما قلنا مثلا بي 7، البي 7 دي اللي كانت ايه؟ الميديال بيزل صح؟ طيب لو قلنا الاي 7 هيبقى الارتري اللي رايح للميديال بيزل. فهمتوا قصدي؟ يعني لما نيجي نقول مثلا بي 10 هي البوستيريور بيزل برونكس، البوستيريور بيزل برونكس يعني ايه؟ يعني البرونكس اللي رايحه للبوستيريور بيزل سيجمنت. طب لما اجي اقول ايه 10 هو الارتريول اللي رايح للبوستيريور بيزل سيجمنت بتاعت اللنج وهكذا. كلاسيفيكيشن موازيه للكلاسيفيكيشن بتاعت البرونكيال سيجمنتس والبالمونري سيجمنتس كلهم ماشيين مع بعض تقريبا، ما عدا بس هنا بيقول لك في ارتري مخصوص رايح للابيكال سيجمنت وارتري مخصوص رايح للبوستيريور سيجمنت بتاعت الليفت ابر لوب اللي هم كنا بنضمهم على بعض ونقول ابيكو بوستيريور سيجمنتس. ما هياش يعني برضو قضيه جامده. سيستميك سيركيوليشن واخده من البرونكيال ارترز وفي كمان كونتريبيوشن من نون برونكيال ارترز. نون برونكيال ارترز سيستميك ارترز احنا كل الكلام ده بنتكلم في جروس اناتومي يعني بشرح اناتومي كاننا لسه ما دخلناش في الايمجنج، بس بقول كده في النص التعليقات اللي تهمنا شويه ايه بالايمجنج. هنخش بعد دي على الشيست اكس راي ايمجنج وايه الكلام اللي يهمنا فيه. البلورا هي الكفرنج بتاعت اللنجز.
بس هي بالايمجنج ما بتبانش في يعني في الطبيعي انها ما تبانش لانها فيري ثين فيري ثين. اما الامتى تبان؟ تبان لو فيها باثولوجي، يعني لو ثيكن، لو في بلورال افيوجن، لو في بقى نيوموثوركس نشوف اللي هو اللاين اللي بيفصل وهكذا. فده الطبيعي ان البلورا ما تبانش. بتقسم البلورا البارايتال الفيسرال وبارايتال زي ما احنا عارفين هما تو لايرز اللي جوه الفيسرال والبارايتال اللي بره. البارايتال برضو ليها كوستال سيرفيس، ليها دايفراجماتيك من تحت، ليها ميدياستاينال اللي هو الميديال، وليها سيرفايكال بورشن من فوق. ما بين التو لايرز من الفيسرا والبارايتال بلورا في بلورال سبيس فيري ثين، المفروض ان هو كونتيننج يعني مليمترز اوف فلويد علشان جاست فور لوبريكيشن، جاست فور لوبريكيشن لايند باي ميزوثيليوم، علشان كده التيومر اللي بيطلع فيها هنسميه ميزوثيليوم. هو نفس اللايننج بتاع البريكارديوم، هو نفس اللايننج بتاع البريتونيه. ده المنظر بتاع اللايننج يعني بلورا. ده البلورال كافيتي وليها كوستال سيرفيس وميدياستاينال سيرفيس ودايفراجماتيك سيرفيس وهكذا. كلمه شيست وول، لما اجي اقول بقى ايه الشيست وول، يعني لما اجي اقول شيست وول ماس او شيست وول ديفورميتي او ايه الشيست وول بالظبط، تعريفنا ليه ايه؟ هو يشمل ايه؟ يشمل الكلافيك العظم نفسه، الكلافيكلز، الاسترنوم، الريبس، الاسكابولي، البارت من السباين اللي هو الدورسال سباين اللي بيشارك فيه، حتى البروكسيمال هيوميراي، سكيليتال ماسلز اللي بقى اللي هي زي الانتركوستال ماسلز وغير الشيست وول نيرفز والفيسز السكين والسبكوتينيس، كل ده على بعضه اسمه شيست وول. الاسترنوم لما بنيجي نعمل فرونتال فيو اللي هو البوستر انتيرور اللي هو الروتين فيو، ما بيبانش الاسترنوم حلو لانه مع الاوفرلابنج شادوز ما بيبانش حلو. عايزين نطمن على الاسترنوم بنعمل الايه؟ بنعمل اللاترال فيو. البريست احيانا تبقى كبيره لدرجه انها ممكن تلخبطنا هل في بلورال افيوجن ولا لا، هل تلخبطنا في بيزل كونسوليديشن او كونجيشن ولا لا من البريست شادو. الكلام ده نورمال وهنشوفه دلوقتي. البونز وهنعرف بيها، بنستخدمها في الشيست اكس راي في كل حاجه، ان احنا نقدر بيها نشوف بيها العيان ده واخد انسبيريشن كويس ولا لا على حسب الريبس واصله فين، وهل العيان ده روتيتد ولا لا على حسب الكلافيكلز سنترلايزد ولا لا وهكذا. هنشوف الكلام ده دلوقتي. الديافرام، الرايت هيمي ديافرام اعلى من الليفت هيمي ديافرام، واحنا كلنا كنا زمان في يعني القصه دي محفوظه عند كل عندنا كلنا، ان الرايت هيمي ديافرام اعلى حوالي سبيس اعلى بحوالي سبيس عن الليفت هيمي ديافرام. وكان لو سالت اي احد فيكم ليه اعلى؟ عشان الليفر، كلنا بنقول كده برضه. هو يعني ده اعتقاد خاطئ يعني دايما عشان جدع برافو. هو الناس كانوا بيقولوا ان دايما احنا حافظينها كده من سنين الطب ان هو الليفر زائد الدايفرام لفوق، بس هو الحقيقه لقوا ان في بعض حالات الاكستروكارديا، بعض حالات الدكستروكارديا مش السايتس انفرس، الدكستروكارديا لوحده يعني ان الهارت باصص يمين، لقوا ان ساعتها بيبقى الليفت هيمي دايفرام اعلى من الرايت رغم ان الليفر في مكانه رايت. فقالوا لا على فكره هو اللي كان موطي الليفت هيمي، اللي موطي الليفت هيمي دايفرام ان الهارت زقه لتحت مش ان الليفر زقه لفوق زي الرايت لفوق. مش قضيه يعني، مش فارقه معانا قصه مين اللي زق لفوق ولا زق لتحت، لكن في الاخر هو الرايت في الغالب اعلى سنه من الليفت هيمي دايفرام. الدايفراجماتيك ابيرشز دي من الحاجات الاناتومي اللي هو المفروض يعني كل اللي بحفظها، الاي في سي عند 8، الاورت عند 12، وفي النص الاسوفيجاس عند 10. الميدياستاينم هو المسافه اللي ما بين التو لانجز وبعضيها، بيتقسم لسوبيريور وانتيرو وميدل وبوستيرو. في ناس تقول لك لا هو سوبيريور وانفيرو، الانفيرو بقى يتقسم لانتيرو وميدل وبوستيرو. وفي ناس ليهم كلاسيفيكيشنز كتيره على الميدياستاينم ده، يعني ناس كتيره محتاره فيه تقسيمه صح ازاي. يعني مثلا في ناس تقول من عند المانوبريوم لحد مش عارف دي 4 ده السوبيريور، بعد كده قسمه بقى زي ما انت زي ما احنا بنقول انتيرو وميدل وبوستيرو. في ناس تقول لك لا هو الانتيرو والسوبيريور دولت كومبارتمنت واحده، لان الجزء الجزء اللي ورا من السوبيريور ده تابع للبوستيرو. على كل حال البوستيرو ميدياستاينم بيبدا من عند الفيرتبرا يعني، وفي ناس تقول لا ده هو من ورا من ورا اللاين بتاع الفرتبرا ده بحوالي سنتي يعني من هنا كده. كل ما هو خلف ذلك ده بوستيريور ميدياستاين. ايه ده؟ هو اللنج ما خلصتش هنا؟ لا اللنج مكمله يعني، في هنا اجزاء كبيره من اللنج ماشي، يعني دي حته كبيره من اللنج وحته من الميدياستاينم بالتالي. فكل ما هو ورا ذلك ده بوستيريور ميدياستاينم، كل ما هو انتيرو للهارت ده انتيرو ميدياستاينم، واللي ما بينهم ده الميدل ميدياستاين.
واللي ما بينهم ده الميدل ميديستاين، سواء بقى حطينا السوبيريور مع الانتيرو، حطينا السوبيريور جزء منه مع البوستيرو، القصه بتاعت السوبيريور مش مهمه قوي، لكن في الاخر الانتيرو للهارت ده الانتيرو، اللي ورا الفرتبرا ده البوستير، في ما بينهم الميدل. نخش في الشيست اكس راي. بص بقى في الراديوجرافيك دنس في برنسبل كده عند اي في اي اكس راي اسمه الفور راديوجرافيك دنسيتيز. ايه الفور راديوجرافيك دنسيتيز؟ بيقول لك اي حاجه في الدنيا في الاكس راي عباره عن اربع درجات من الجراي الشادوز، يعني في حاجه سودا خالص اللي هو الايه؟ الاير. في حاجه اقل سوادا جراي شويه اللي هي الايه؟ الفات. في حاجه ابيض سنه بقى اللي هي الايه؟ سوفت تيشو. في حاجه ابيض خالص بقى اللي هي العظم. دي النورمال اربعه دنسيتيز اللي موجودين في جسمنا، وما بينهم بقى ايه يعني جراي يعني جريدز يعني في جرينس يعني. فاكتر حاجه العظم واقل حاجه الهواء. لما يبقى المكان اللي احنا هنصوره بالاكس راي فيه كونتراست، يعني فيه حاجات هواء وفي حاجات عظم، هيبقى كونتراست عالي، لان احنا هنقدر نشوف الابيض خالص والاسود خالص. لكن لو احنا بنصور مثلا جينا على الليفر مثلا عملنا كوند فيو اكس راي على الليفر، هنشوف اي ديتيلز؟ هنشوف صوره بيضه خالص. ليه؟ لان كلهم دنسيتي واحده بتاعت السوفت تيشو. فبالنسبه للشيست اكس راي بيتمتع بان هو عنده الاربعه دنسيتيز، ان فيها هواء وفي العظم اللي هو البون، وفي سوفت تيشوز في النص اللي ما بينهم، وفي كمان الايه الفات سبكوتينيوس فات وغيره. فبالتالي الكونتراست في الشيست اكس راي ممكن يورينا حاجات كتير. عشان كده ده اهم شيء، هو يعني الموست كومن في اي حد هيشتغل في اي حته، الموست كومن اكزامينشن اللي هيتعمل هو شيست اكس راي. ايه الفيوز اللي بنصور بيها الشيست اكس راي؟ فرونتال فيو، والموست كومن الروتين الكلاسيك هو البوستر انتير. عشان كده لما بيتحط فيلم اكس راي ليكوا في الامتحان، وبيبقى مطلوب منكوا اول حاجه انك توصف، سواء في الفيرست هتوصف هتقول له ده ايه، سواء حتى في السكند في الماستر لما يجيب لك باثولوجي، عبال ما تدور على الباثولوجي وتشوف انت هتقول ايه، في دباجه لازم ايه تبتدي تتكلم. ما يحطلكش الفيلم ينزل عليك سهم الله كده تعبر ربع ساعه ما بدور على الدياجنوز، في الاخر تروح قايل له ايه ميزوثيليوم. ايه يا ابني ده؟ قول لي الاول ايه اللي انت شايفه. فانت تبتدي تقول له ايه بلين اكس راي شيست بوستر انتيرو فيو ادلت ميل او ادلت فيميل لو انت شايف البريست شادو شوين كذا كذا كذا. عبال ما انت بتقول الدباجه دي انت بتفكر، بتدي لنفسك وقت للتفكير. فالبلين اكس راي تشيست بوستر انتيرو فيو هيقول لك ليه بوستر انتيرو فيو. في ناس ما تحبش تقول لها بوستر انتيرو، تقول لها فرونتال فيو، ان انت احيانا كتير ما تقدرش تفرق ده بوستر انتيرو ولا انترو بوستيرو، مع ان في بعض التفرقات يعني تقدر ممكن احيانا من غير ما العيان يقول لك او من غير ما حد ما يقول لك ده تقدر تقول ده بوستر انتيرو ولا انترو بوستيرو، بس صعبه احيانا. فيقول لك قول لي فرونتال خلاص بوستر انتيرو، بس ناس تقول لك لا قول بوستر انتيرو. ليه؟ ولو قال لك ليه ده بوستر انتيرو هتقول ده الروتين، والعيان ده شكله ما هوش مركب اندوتراكيال تيوب ولا هو مركب اي سي جي ولا بيس ميكر، بالتالي مش عيان رعايه، شكله مش عيان رعايه، يعني شكله عيان جاي ماشي على رجليه، فبالتالي ده غالبا هيطلع بوستر انتيرو. لكن لو لقيت شيست اكس راي عيان بقى مركب اندوتراكيال تيوب وعليه اي سي جي ليدز ومش عارف ايه، ما تقولوش ده بلين اكس راي بوستر انتيرو فيو. هو وقف ازاي وداك ظهره علشان تصور؟ يعني هو اصلا متصور على السرير نايم، فده انترو بوستيرو فيو، فدي تقدر تعرف بيها ده بوستر انتيرو. لكن لو مفيش حاجه وعيان نورمال كده خلاص ده بوستر انتيرو فيو، لان ده الروتين، لان ده الكلاسيك، احنا ما بنعملش انتيرو بوستيرو الا الانديكيشن. طيب وبعد كده اللاترال فيو. لو حد قال لك ايه الروتين فيوز بتاعت البلين اكس راي شيست، هو البوستر انتيرو واللاترال. البوستر انتيرو في الغالب بيطلب لوحده احيان كتير، لكن لو احنا شكينا في اي باثولوجي او احنا عايزين نشوف اي كومبلمنتري ستادي يبقى اللاترال، علشان نقدر نعمل لوكاليزيشن للليجن فين. احيانا عيان برضو التعبان اللي هو عيان رعايه مثلا بتاع مش قادرين نصوره اللاترال العادي، ساعات بنصور حاجه اسمها لاترال ديكيوبيتس فيو. يعني ايه اللاترال ديكيوبيتس ده؟ لاترال ديكيوبيتس العيان نايم زي ما هو مش قادر يتحرك مثلا، عنده رعايه، عيان تعبان ايا كان، بنحط الفيلم هو اللي على جنبه والبيم يبقى هوريزونتال، والبيم يبقى هوريزونتال ليه، فاسمه ده لاترال ديكيوبيتس. غير اللاترال العادي العيان واقف على جنبه ورافع ايده وبنصوره عادي يعني من الجنب. فده يفرق معانا في بعض الحاجات وهنشوفها دلوقتي برضو، يفرق معانا ايه اللاترال ديكيوبتس عن اللاترال، ما نسميه لاترال وخلاص، ما كله لاترال، هيفرق معانا في بعض الحاجات هنشوفها دلوقتي. بعد كده في اللوردوتيك فيو،
اللي احنا بنعمله مخصوص علشان اللانج ايبكس. لو احنا شاكين في اي حاجه في اللانج ايبكس بالذات بنعمل اللوردوتيك فيو، لان اللانج ايبكس دي من الحتت الكلافيكال ماشيه من الناحيه دي وريبس جايه من هنا واحد واثنين ومش عارف ايه وسباين، بتلاقي الحته دي خلقه مش عارف اشوفها كويس، الاوفرلابنج شادوز بتاعت العظم كتير جدا، فلو في هنا ليجن وهو من الكومن سايتس انه يحصل فيها ليجنز ويحصل فيها بانكوست تيومر وبيحصل فيها حاجات كتير، فبالتالي من ضمن الحاجات اللي انا عايز اشوفها كويس هي اللانج ايبكس ومش عارف اشوفها. تعالى جاي في ميعادك بالظبط، يعني مفيش تاخير غير ساعه الا خمسه بس، احنا قربنا نخلص تقريبا. بعد كده في الاوبليك فيو، الاوبليك فيو بتاع الاكس راي ده احنا بنعمله مينلي لو انا عايز اطمن على الريبس، لو انا عايز اطمن على الريبس. في حاجه يعني قولي، لو اساليني لو عايزه حاجه. ده دكتور، اصل الناس اللي بتجيب تلاقي العيان يبقى نايم، يعني نايم مسموح والفيلم بيبقى محطوط هنا واللي جاي صح، يعني مش بيبقى نايم على جنب. لا مش نايم على جنب، مش نايم على جنب. هو في اي بي ذا كيوبيتس، لو انت يعني موضوع ان هو يبقى نايم على جنبه ده برضه لو احنا مش عارفين نعدله، لكن هو لا، اللي احنا نقصد بيه باللاترال ذا كيوبيتس العيان نايم على ظهره عادي والبيم هو اللي جاي له من الرايت للليفت مثلا، والفيلم محطوط الناحيه الثانيه، فاهم قصدي؟ بعد كده الاوبليك فيو، كنا بنقول ان الاوبليك فيو ده ما بنستخدموش يعني غالبا في الشيست غير في حالات الريبس، بالذات لو عيان جاي بتروما، عيان جاي مخبوط وعايز يطمن على الريبس وكده، بنعمل اوبليك فيوز عشان نبين الحته بتاعت الريبس دي. الطبيعي ان العيان يبقى واقف في الشيست اكس راي، الروتين ايه؟ زي ما قلنا الروتين بوستيرو انتيرو، والعيان واقف، عيان تعبان، عيان مش قادر يقف، عيان ما بيقفش، عنده مشكله في رجله، عيان حادثه بتاع، بنتعمل احيانا ايه؟ سوباين. هنشوف برده بيفرق معانا ايه. الطبيعي برضو ان العيان واحنا بنصور شيست اكس راي بنقول له خد نفس جامد واكتمه، ولما يكتم ناخد اللقطه، يبقى احنا بنصور في الايه؟ في الفول انسبيريشن، في الديب انسبيريشن. لكن احيانا نقول له خرج النفس خالص، خرجه خالص واكتمه وانت مخرجه وياخد الصوره، ده اسمه ايه؟ اكسبيراتوري فيلم. امتى بنعمل اكسبيراتوري؟ بنعمله ليه؟ هنشوف. مش ده الروتين. يبقى الروتين عندنا البوستر انتيريور وهو اريكت ماشي في الفول انسبيريشن، ده منظر الستاندرد بوستر انتيريور فيو، العيان بيبقى واقف حاطط ايده كده، احيانا بيبقى ناس طول ترفع ايده مش مشكله، احنا ليه بيحط كده او بيرفع ايده كده ليه؟ علشان يبعد الكلافيكل، عشان نحاول ان احنا نبعد الكلافيكل قدر المستطاع علشان الكلافيكل ما تخشش على اللانج فيلد وبالتالي تخبي علينا على شويه حاجات. السنتر عند دي 5 زي ما قلنا فول انسبيريشن، بيبقى نو روتيشن، يعني العيان بيبقى سنترلايزد كويس. دي بقى اهم كلمه في محاضرة النهاردة، هذه السلايد، أنت داخل على أهم واحدة. اللي إحنا عايزين نعرفها إمتى أو إزاي نقول إن الفيلم البلين إكس راي تشيست تكنيكلي أديكوت، وإمتى نقول لا ده لازم يتعاد. دي وظيفة الدكتور، لأن الفني ممكن يعمل أي حاجة وممكن ما يصورش الفيلم صح. فإحنا عايزين إحنا نحكم الفيلم ده، تقول إمتى تقول للعيان عيده، إمتى تقول للفني عيده، إمتى تقول له لا ده كويس. وهل ده تفرق معانا في لخبطه في الدايجنوزز؟ اه يفرق جامد جدا. احيانا فيلم غلط يخليك تشخص حاجه غلط تودي الدنيا في ده. فايه الحاجات اللي لازم نشوفها على الفيلم ونحكم بيها على الاديكوتس؟ دي اهم كلمه انا عايزك تعرفها في محاضره. اول حاجه علشان نحكم ان الشيست اكس راي اديكوتس، هنضرب ولا حاجه، ما نخبطش. اول حاجه الاسم بتاع العيان يكون مكتوب على الفيلم، ده نقطه مهمه جدا بالذات مع وجود الديجيتال اكس راي، ما عادش ليه حد عذر. وقبل الديجيتال كان برضو يلزق ستيكر، ما ينفعش حد يجيب لك فيلم كده ما معلوش اي اسم يقول لك اكتب لي ده بتاع العيان الفلاني. مين قال لي يعني؟ انا ممكن اكتب ويطلع في الاخر ده بتاع عيان تاني، وديت العيان ده في داهيه، وديت العيان التاني فشخصت ده واحد تاني خالص. فلازم الفيلم يبقى مكتوب عليه الاسم، النيم والايج، يعني افضل طبعا الماركر، لازم يبقى محطوط عليه ماركر. ما تقولش لا ما انا هعرف الهارت شماله، افرض ديكستر كارد، افرض عنده سايتس انفرس مش محطوط عليه ماركر، انا هعرف ازاي؟ فالماركر دي علامه مهمه، لو ما عليهوش ماركر تجيب الفني تقول له فين العلامه. هيستوري يعني ده كلام يعني شويه فاضي يعني. تاني حاجة انها تكون انكلود، احنا اصلا في النواب ما بياخدوش هيستوري فن حاجة، ما علينا. ان هو يكون انكلوزيف، يعني ايه انكلوزيف؟ يعني مش مقطوش من اللي احنا بنقولها كده، يعني ايه مش مقطوش؟
يعني مش ناقص. يعني احيان كتير عيان يجي طويل شويه كده ولا حاجه فيروح الفني مصوره تلاقي البوست كوستوفرينيك انجلز مقطوشين مش باينين. طب انا لو في مايلد ديفيوجن على الناحيتين ممكن ما اشوفوش. فما ينفعش، لازم الفيلم يتعاد ويكون متاكدين ان هو الكوستوفرينيك انجلز باينه والايبكس اوف ذا لانج باينه. لو اي حاجه الايبكس مش باينه ما ينفعش، في ايبيكال نيومثوركس ممكن يجي ويميز. لو انت العين الفني اصله طويل اصله ما جاش الشيست ما جابش، مش قضيتي القصه دي، مش قضيتي، تعيدوا لحد ما يتظبط ان شاء الله. تاخده على فيلمين يعني، تاخد صوره للايبكس لو ايبكس هو مش عارف تجيبها، وصوره لللور لانج ويحصل ما بينهم اوفرلاب. المهم ما ينفعش تعدي الفيلم ومقطوش الايبكس ولا مقطوش الكوست اوف رينك انجلز، غير مقبول، وانت اللي هيطلع التقرير باسمك، فانت اللي ما يعني انت المسؤول عن هذا. وبعدين الاسكابولا تكون فعلا قوي يعني بعيده، بحيث انها ما تبقاش تبص تلاقي الاسكابولا الاثنين العين ما رفعش ايده خالص ولا حط ايده وراه ولا بتاع، فبالتالي الاسكابولا مغطين على جزء كبير من الشيست. وانتوا هتشوفوا في الباثولوجي يعني اللي هيكمل معاكم فينا للباثولوجي، ان انتوا الشيست اكس راي ده بلمس يعني ممكن حاجات كتيره جدا تمالوش كبير، ممكن تميس حاجات كبيره جدا يعني، لان انت بس الفحص معمول غلط او انت ما ركزتش تميس نديول تعمل مشاكل. الحاجه اللي بعديها في الاديكوس بتاعت البلين اكس راي شيست ان هو يكون الريسبيريشن صح، العيان واخد فول انسبيريشن فعلا. لو انت بتعمل روتين اللي هو عند الفول انسبيريشن تعرف ازاي؟ تعرف ازاي؟ بان الريبس بيكون قطع الدايفرام، الانتيرو ريبس عند الخامس او السادس، البوستيرو ريبس من الثامن للعاشر يعني حوالي التاسع. ده لو لقيته كده، لقيت الفيفث ريب قاطع فعلا الفيفث انتيرو ريب قاطع الهيما دايفرام او من بوستيرو التاسع، قول لا هو العيان ده فعلا كده. لان ما ينفعش العيان ده يكون واخد نفس تعبان كده او ما خدش نفس خالص، وتصور هتلاقي ان الصوره اتغيرت خالص. الكلام ده هتقابلنا بقى صعوبات اللي هقولها لكم عليها في عيانين بتوع الرعايه. عيانين بتوع الرعايه بيطلع الفيلم دايما يعني فظيع جدا. ليه مشاكل عيان؟ ايه مشاكل فيلم الرعايه؟ اول حاجه العيان سوباين في الغالب لانه مش قادر يتحرك. تاني حاجه العيان اصلا ما بياخدش نفس، ده ممكن يكون انكونشس اصلا مش فاهم معاك ياخد نفس مين، فانت تتصرف انت. تالت حاجه في الغالب العيان نايم على سرير ومخداته بتاعه مش سنترلايزد اصلا. رابع حاجه العيان ده مصور ببورتبل اكس راي اللي هو اصلا تعبان. خامس حاجه العيان بيبقى اصلا مركب تيوبس واي سي جي، فانت لو عندك حاجه مستخبيه في وسط الحاجات دي مش هتشوفها، فبيبقى الفحص فعلا صعب جدا انك تؤسس. لكن كل هذه الحاجات يمكن يعني تتعدى او تقبل في عيان رعايه، لكن ما ينفعش عيان جاي ماشي على رجليه وما خدش نفسه وتسيبه. الاكسبوجر والبنتريشن، اولا في فرق ما بين يعني ايه الاكسبوجر والبنتريشن، العوامل الفيلم محروق ولا الفيلم سوفت اللي احنا بنقولها كده. في ناس تفرق يقول لك بص الاكسبوجر حاجه والبنتريشن حاجه، بس يعني هو ده نوع من السفسطه شويه. لكن الاكسبوجر والبنتريشن بنمشيها يعني واحد. اللي بيفرقوا بيقولوا ايه؟ بص الاكسبوجر ده بالنسبه لل احنا بنحكم على الاكسبوجر والبنتريشن الاول ازاي؟ ان انت تبص تلاقي الديسك سبيسز الدورسال يعني ديسك سبيسز فيزبل ثرو الهارت، يا دوبك تقدر تفرق ان دي فيرتبرا وده ديسك، ده فيرتبرا بس التفاصيل بتاعه العظم مش عارف اشوفها كويس، لكن عارف احدد ان في ديسك سبيس. في ناس قالوا علامه اسهل ثانيه شويه، لا انا شايف ان الفيسلز من ورا الهارت شايفها، اللي هو هيبقى اني فيسل، هيبقى الليفت بوستيرور الليفت بالمونري او الليفت ديسيندنج بالمونري ارتري، عارف اشوفه كويس من ورا الهارت. ده كده معناه ان العوامل بتاعه الفيلم مظبوطه يعني. في ناس تقول لك ده اوفر اكسبوزد، اوفر اكسبوزد لو انت شايفه، لا ده انت شايف الديتيلز بتاعت الدورسال سباين من ورا الهارت، يبقى انت كده كانك بتصور دورسال سباين مش بتصور شيست اكس راي، شايف البيديكل دي البيديكل ودي الترانسفيرز بروسس وده مش عارف ايه، لا المفروض ما اشوفش العوامل للدرجات، يسموه اوفر اكسبوزد. في ناس تقول لك انت ممكن على فكره يكون من في السنتر ده مظبوط، لكن اللانجز اللانج فيلز الاثنين محروقين خالص صوت خالص مش عارف اشوف فيهم اي فيسر ولا اي ماركز، ويسموه ساعتها ده الاوفر بنتريتد. على كل حال مش فارقه معانا، هو في الاخر الاوفر بنتريتد والاوفر اكسبوزد هي عوامل زياده والفحص مش متظبط. مع الكلام زمان طبعا كان لازم يتعادل فيلم وبتاع، لكن مع وجود الديجيتال اكس راي وانك تقدر تفتح وتغمق وتلعب وكده الكلام ده بقى اسهل كتير، بس برضه ظبطت العوامل من اهم الحاجات حتى مع الديجيتال. لو العوامل مش مظبوطه كويس من الاول صح ومش واخد الكي في صح والملي امبير سكند صح، هيطلع في الاخر مهما ظبطته بالديجيتال الصوره مش حلوه، لكن لو اتعمل صح من الاول هيطلع الصوره
حلوه وتقدر تلعب فيها براحتك بقى. انا عايز بقى بعد كده اغمق واشوف الدورسال سباين، اغمق واشوف الدورسال سباين براحتي، عايز لا ده انا افتح علشان عايز اشوف مش عارف افتح براحتي، لكن في الاخر برضو العوامل تبقى مظبوطه. البوزيشن بتاع العيان ما يكونش روتيتد، وده مهم جدا، وده بنعرفه بان بنشوف الميديال انت اوف ذا كلافيكلز وبعدها عن السباين، سواء من السباينس بروسس انها تكون ايكو ديستنت، يعني الاثنين على نفس المسافه من السباينس بروسس، او من البيديكلز الاثنين قريبين من البيديكلز، المهم انها تكون سنترلايزد. هنشوف امثله دلوقتي بعد شويه، هنشوف امثله للكلام ده. اللاترال فيو بقى، اللاترال فيو لما نيجي نصوره ده السكند فيو بتاع الشيست اللي يعتبر روتين، يعني بعد البوستر انتيرو اللي هو الكلاسيك الروتين. اللاترال فيو بنصوره ليفت لاترال، بنصوره ليفت لاترال. يعني ايه ليفت لاترال؟ يعني الليفت سايد بتاع العيان هو اللي لازق في الفيلم، في لازق في الفيلم، والتيوب جايه من الرايت للليفت، زي ما هو مصور الصوره دي كده ان هو بيبقى رافع ايديه برضو ويصور الليفت سايد بتاعه. طيب ده ليه بنصور ليفت لاترال ما بنصورش رايت لاترال؟ يعني علشان حد قال حاجه غمغمه، عشان الكارديك شد بالظبط. عشان احنا لما بنصور الليفت لاترال احنا عندنا كونسبت وقاعده فيزيائيه مشهوره ان الحاجه القريبه من الفيلم هي اقل حاجه يحصل فيها ماجنيفيكيشن، والحاجه البعيده هي اللي بتاخد الاكس راي وتتكبر جامد على الفيلم. فاحنا مش عايزين يحصل ماجنيفيكيشن للهارت شادو علشان ما يغطيش على جزء كبير من اللنج، اللي احنا بنهتم بالتصويره اكتر، فبالتالي بنصوره ليفت لاترال عشان يبقى الهارت لازق في الفيلم ويبقى اقل حجم ممكن. طبعا الارمز اباف الهيد زي ما احنا مصورين كده، وبرده بنعرف ان هو سوبر ان هو تكنيكلي اديكوت ازاي، ان هو يبقى الرايت والليفت ريبس سوبر امبوزد على بعض، مش واحد فوق وواحد تحت، لا يبقى الاثنين على بعض، بالتالي معناها ان العيان ما هواش متقابلك سنه يمين ولا سنه شمال. وبرده الرايت ريبس دايما بتبقى بوستيريور عن الليفت ريب، وهنشوفها دلوقتي ليه الرايت ريبس بوستيريور، علشان هي اللي ابعد عن الفيلم وبالتالي بتبقى هي اللي ماجنيفايد. الاسترنم يبقى مقطوع ايدج اون، يعني مقطوع لاترال كويس ما هوش اوبليك، ده علامه ان انت العيان متصور لاترال كويس، وان السباين داركنز كودا ليه، وهوريكم اهميه الكلام ده دلوقتي. ادي مثلا صوره للبلين اكس راي لاترال، ادي هنا كده ده اللاترال، ده الفيرتبرال كولم، وادي الهيميدايفرام، وهنلاقي هنا ايه الريبس، يعني الاثنين الرايت والليفت الاثنين يعتبروا مع بعض. ايه اللي مور بوستيريور؟ ايه اللي مور بوستيريور؟ هي الرايت ريبس. ولو لاحظتوا هنا حتى في اللاترال فيو تلاقي ان في اثنين هيميدايفرامز ماشيين تحت بعض، العالي ده اللي هو الايه؟ اللي عالي سنه الرايت، واللي تحت سنه الليفت. والدليل حتى كمان انك تلاقي ان الليفت لو كملت معاه لقدام، تلاقيني مش عارف اشوف الليفت هيميدايفرام قدام كويس، اما الرايت الى حد ما عارف اشوفه كويس. يمكن هنا الصوره مش عارف واضحه عندكم ولا لا، لحد ما شفت شويه، لكن هنا الليفت هيمي دايفرام انا مش عارف اشوفه كويس. ليه؟ لان الهارت بيبقى نايم على الايه؟ على الليفت ده. الهارت بيبقى نايم على الليفت ده، فده اللي احنا هنشوفه بعد كده حاجه اسمها سيلويت ساين. سيلويت ساين يعني البوردر. فالحاجه اللي انا اقدر اشوف البوردر بتاعتها كويس هي الحاجه اللي جنب هوا، لكن لما الهوا اللي جنبها ده يختفي او ما يبقاش جنبها هوا مش هعرف اشوف البوردر بتاعتها كويس. هنا عشان الهارت نايم على الليفت هيمي دايفرام هنا، فالانتيرو اسبكت بتاع الليفت هيمي دايفرام ما بيبقاش متشاف كويس. ده النورمال مثلا بوستر انتيرو فيو، وادي النورمال لاترال فيو. بصوا هنا مثلا التراكيه سنترال، الميديال انس اوف ذا كلافيكل مقارنه بالسباينس بروسس بتاع الدورسال سباين او بالبيديكلز على الناحيتين سنترال. لو عدينا الريبس، ادي واحد، ادي الثاني، ادي الثالث، الرابع، الخامس بوستيريور، السادس، السابع، ادي الاول ماشي، ادي الثاني، ادي الثالث، خلينا بوستيريو احسن، ادي الرابع، ادي الخامس، ادي السادس، ادي السابع، ادي الثامن، ادي التاسع، ادي العاشر. لو من انتيرور ادي الاول بيلف اهو لحد كده، ادي الثاني ولف اهو، شايفينه؟ ادي الثالث، ادي الرابع، ادي الخامس، ادي السادس. يبقى العيان ده واخد فول انسبيريشن، والانسبيريشن بتاعه كويس، واخد سنترلايزد كويس. هنا مثلا شايفين، يمكن الصوره فاتحه شويه، لكن نقدر نشوف شويه السباين من ورا الهارت
بس مش قادرين نشوف شويه تفاصيل. الفيسل شايفين فيسل معدي من ورا الهارت بس مش عارفين نشوف اكتر من كده في التفاصيل. يبقى ده تكنيكالي اديكوت في السنترلايزيشن، في الاكسبوجر والبنتريشن، وفي الايه الانسبيريشن. برده في اللاترال فيو، في اللاترال فيو عارف اشوف الهيمودايفرامز رايت والليفت، الريبس مع بعض، السباين كودالي داركنز اللي بيسموه مور بلاك ساين، لان السوبيريور دورسال سباين بيبقى فيه اوفرلابنج شادوز كتيره جدا مع الكلافيكل والشولدر واو، فبيبقى مبيض. اما الجزء اللي تحت بيبقى اللانج فوليوم الاير كتير، فبالتالي هنا بيسود القصه دي. اللور دورسال سباين بتبقى مور بلاك عن ان ابر دورسال سباين، بيسموها المور بلاك ساين. عشان كده لو لقيت في حته هنا بقت الفيرتبري والحته دي بقت مور اوبيك، بنقول ان في باثولوجي في اللور لانج لوبس في الغالب. مثلا هنا لو بصينا على الفيلم ده، لو بصينا على الفيلم ده هتبص ان احنا مش عارفين نشوف اي تفاصيل للسباين من ورا، ما عادش شايفين لا عارفين نقول. تقدر حد يقول لي فين الفرق ما بين الديسك والفرتبرا؟ مش عارف اشوف الديسك ولا الفرتبرا من ورا ولا عارف اشوف اي تفاصيل. فده اندر بينتريتد، يعني فيلم سوفت. هل احنا نقدر نشوف الفيسل ده مكمل من ورا الهارت؟ مش شايفين منه حاجه. فيلم زي كده ده بقى اوفر بينتريتد، ده هنا ده مصور دورسال سباين، كانه بيصور دورسال سباين. تقدر تشوف بيديكلز، تقدر تشوف انترفيرتبرال ديسكس وهكذا. فيمكن الصور مش واضحه شويه، لكن هو ده اللي احنا نقدر نحكم عليه بالاكسبوجر والبنتريشن. ده مثلا هنا ادي زي ما قلنا ادي السباينس بروسيس اهي، وادي الميديال انس اوف ذا كلافيكل ايكو ديستنت. يعني ايه؟ يعني المسافه من هنا لهنا زي المسافه من هنا، معناها ان العين ده ايه؟ ويل سنترلايز. ولو جبت برده التراكيه تلاقيها موجوده في النص وويل سنترلايز. مثلا الروتيشن ده عيان، مثلا عيان متصور اوبليك خالص، وبالتالي بصوا هنا الكلافيكل، بصوا الميديال انس اوف ذا كلافيكل دي بتاعت الرايت هنا فين؟ بعيده جدا. وبصوا هنا الليفت واصله تقريبا للميد لاين، يبقى المسافه ايه؟ باظت خالص. بصوا الايفكت بتاع الروتيشن عمل ايه؟ عمل ممكن يعمل فولس دايجنوزز لنيوموثوركس. ليه؟ ايه ده؟ ايه اللاين ده؟ هيتلخبط على ان ده الفيسلر الفيسرال بلورال لاين بتاع النيوموثوركس، لكن ده الحقيقي ده سكين فولد، سكين ايدج. كل ده بيحصل بسبب اللخبطه فيه، لان طبعا هنا برضه هتشوف الهارت ديفييتد كتير جدا ناحيه الرايت، وممكن تشخص كارديوميجالي لان كل ده هارت، لكن هو القصه كل القصه ان الهارت بقى ايه؟ ديسبليز، لان العيان متصور مواس سنترلايز. العيان برضو احنا قلنا في الروتين بنصور اريكت وهو واقف مش سوباين. تعرف ازاي ان العيان ده متصور اريكت؟ يعني ممكن وانت بتعرف الفيلم تقول ده بلين اكس راي شيست بوستر انتيريو فيو ادلت ميل اريكت، هيقول لك عرفت ازاي انه اريكت؟ عرفت بانك شايف الجاستريك اير بابل، الفندك اير بابل، شايفها في مكانها، وممكن تشوف الفلويد ليفل او تشوف الجاستريك او تشوف جازيس في السبلينك فريكشن. فده معناها ان العيان ده فعلا مصور ايه؟ اريكت، وبالتالي الهواء هو اللي طلع لفوق في الفانس. الاكس راي رغم اهميته ورغم ان احنا بنقول ان في الفور راديوجرافيك دنسيتيز وان احنا نقدر نشخص بيه حاجات كتيره، الا ان منه بلايند سبوتس، يعني في حاجات بتبقى صعبه في تشخيصها في البلين اكس راي فرونتال فيو الروتين، بالذات الحته بتاعت الابيكس لان حواليها الكافيكل والريبس متلخبطين، الحته اللي ورا الهارت، الحته اللي ورا الهايلم، الحته اللي ورا الدايفرام. في اللاترال برضو الابيكس الانتيرو ميدياستاينال بيبقى صغير جدا، الحته بتاعت الفيرتبري اللي مخطيه عليها، كل الحتت دي اللي حد ما تعتبر بلايند سبوتس بالنسبه للشيست اكس راي. امتى بنعمل الاي بي؟ الاي بي ده بنعمله لو العيان ده سيفيرلي ال عيانين الرعايه او عيانين التروما او برضه بنعمله في عيانين في الانفنتس لو هم ايه مش هتقدر تصورهم الا سوباين. الفيتشرز بتاعتها يفرق ايه السوباين عن سوري يفرق ايه الانتيرو بوستيرو عن البوستر انتيرو؟ ان هو في الغالب بيبقى ماجنيفايد هارت وميدياستاينم. ليه؟ لان الهارت اكتر ناحيه الايه؟ الانتيرو، وبالتالي برضه هيبقى ماجنيفايد لان هو ابعد عن الفيلم. بتلاقي ان الكلافيكلز والريبس مور هوريزونتال عن الطبيعي. في البوستر انتيرو بنلاقي الكلافيكل ايه؟ اوبليك ونازله لتحت. في الانترو بوستيرو في الغالب بتلاقيها هوريزونتال. غالبا العيان المتصور انترو بوستيرو عشان عنده مشاكل بيبقى مصور وهو سوباين، وبالتالي السوباين ده بيفرق معانا في بعض الحاجات، ان العيان وهو سوباين الهارت بيبقى اكبر من الطبيعي. ليه؟ لان الدايفرام ما بيبقاش بيبقى مزقوق لفوق شويه، وبالتالي الهارت بيبقى روتيتد شويه فبيبان شكله اكبر من الطبيعي.
بالاضافه كمان العيان السوباين ده بيبقى فيه لخبطه او بيبقى فيه تغيير في الديستريبيوشن بتاع الفيسلز. العيان وهو واقف اي مش العيان النورمال حتى وهو واقف بيبقى البيزل فيسلز اكبر من الكفالك فيسلز يعني تحت لان بالديبندنس بالجرافيتي فبيبقى الفاسكولار ماركينز بيزلي اكتر من الفاسكولار ماركينز ايه فوق سوبيريورلي. فالعيان اللي هو نايم هيبقوا الاثنين زي بعض فبالتالي هتلاقي الكرينيال فيسلز كبيره وتقريبا قد البيزل فيسلز وهتلاقي اليفيشن للهيمودايفرام. طبعا مع الكارديوميجالي والبيزل اللي هو بيحصل يعني ايكولايزيشن للفاسكوليتشر ما بين البيزل لانج والابيكال لانجز بيبقى تشخيص البلمونري اديما والكونجستيف هارت فيلير صعب لان كارديوميجالي ويز سيفلايزيشن او ابورد دايفرجن للفيسلز زي ما بنسميها ده علامات للكونجستيف هارت فيلير وفي عيان رعايه فده اللي بيخلي كمان عيانين الرعايه مور كومبلكس مور كومبليكيتد في تشخيصه. في الغالب برضو عيان الاي بي ده ما بيبقاش واخد فول انسبيريشن. ادي ده ازاي بنصور البي اي وازاي بنصوره وهو اي بي. الاوبليك فيو زي ما قلنا ده للريبس مينلي زي ما احنا شايفين هنا كده مثلا بيبين الريبس حلوه بالذات لو احنا العين ده جاي مخبوط وجاي بيقول انا شاكك في فراكشر ريبس او حاجه بنصور اوبليك فيوز على الحته اللي احنا شاكين فيها. ده المفروض دي كانت سلايد تتقدم شويه يعني ده الفرق برضو ما بين العيان البوستيرو انتيريور ده البوستيرو انتيريور فيو ده الانترو بوستيريور فيو. شايفين هنا الكلافيكلز مور هوريزونتال عن البوستيرو انتيريور الهارت بيبقى اكبر شويه الدايفرام اعلى شويه الفيسلز سوبيريورلي بتبقى كونجستد شويه او مليانه هواء شويه. العيان ده طبعا واضح انه عيان تعبان لانه عامل استرنوتومي اهو ومركب اي سي جي ليدز وبتاع فغالبا ده عيان برضو ايه عيان رعايه قوي. اللاترال ديكيوبتس اللاترال ديكيوبتس زي ما قلنا عيان نايم ومش قادر يقف علشان نصوره لاترال فهو نايم احنا هنخليه نايم زي ما هو سواء انتروبوستير او بوستر انتين نايم زي ما هو وحنا احنا اللي هنعمل الهوريزونتال بي. احيانا نلجا احنا لللاترال ديكيوبتس ده في عيان عادي يعني عيان فايق وصاحي وكل حاجه. امتى؟ عيان مثلا احنا بنصوره ومش عارفين ان نشوف البلورال افيوجن كويس فممكن ناخد لاترال ديكيوبتس. اللاترال ديكيوبتس ده ليه فايدتين في عيانين البلورال افيوجن وفي عيانين الايه؟ النيوموثوركس. ايه قصته؟ ان احنا العيان ده احنا هنصوره وهو نايم وهوريزونتال بيم الهواء نون ديبندنت هيطلع لفوق اما الافيوجن الفلويد هينزل لتحت فلو احنا عندنا عيانه شاكين في بلورال افيوجن هنخليه ينام على جنبه الحته الجزء اللي فيه الافيوجن هو اللي تحت ونصور بلين اكس راي ديكيوبتس فيو هنلاقي ان لو في حتى ولو لير صغيره جدا من الافيوجن هتبقى ديبندنت في الجزء اللي تحت وهتعمل زي فلويد ليفل. فالعيان ده بس عيبه ان انت لازم تسيبه شويه يعني عبال ما تاكيوميت الفلويد كله وينزل في الديبندنت بورش. يعني عيان احنا صورناه اي بي عادي او بوستر انتيرو فيو عادي ما لقيناش او شاكين في فيوجن ولا يا دوبك جاست بلانتنج كده في الكوستوفرينك انجلز ومش متاكدين مثلا على الرايت سايد مش متاكدين هو ده في رايت بلورال فيوجن ولا نعمل له ايه؟ نخليه ينام على جنبه اليمين ينام على جنبه اليمين يعني جنبه اليمين هو اللي تحت ونسيبه كده خمس دقايق ونصوره هوريزونتال بيم ديكيوبتس فيو هنلاقي ان الفلويد عمل فلويد ليفل وعمل لاير صغيره خالص على الجزء اللي تحت لان هو ايه ديبندنت. طب لو احنا شاكين بالعكس بقى شاكين ان هو عنده نيوموثوركس شاكين ان عنده نيوموثوركس الايه؟ يعني هو هيبقى نايم على جنبه اليمين. في لو احنا عايزين نشوف البلورال افيوجن ما انا هقول لو احنا عايزين نشوف بلورال افيوجن هنصوره مثلا عايزين نشوف على الرايت بنصوره نايم على جنبه اليمين. لا الكاسيت الناحيه الثانيه وراه. يعني هو نايم كده ادي جنبه اليمين ادي جنبه الشمال التيوب من هنا والكاسيت من هنا. اليمين تحت. لو احنا عايزين نشوف مثلا النيوموثوركس شاكين في ليفت نيوموثوركس ننيم العيان على جنبه ايه؟ الايه؟ اليمين برضه.
لك يا باشا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو احنا شاكين في اليوم ما انا هقولها البلورال افيوجن، لو احنا شاكين ان العيان ده عنده رايت بلورال افيوجن بس مش قادرين نتاكد بالبوستر انتيريو فيو العادي، بنعمل ايه؟ بنخلي العيان ينام على جنبه اليمين. الكلام ده طبعا لو مش افيلابل سي تي او مش العيان ما ينفعش يتصور سي تي او او بنخلي العيان ينام على جنبه اليمين ماشي. فبالتالي لو هو فعلا عنده رايت بلورال افيوجن الفلوي كله هيبقى ديبندنت ويتجمع تحت، وهنصوره احنا مثلا من رايت تو ليفت فيلم من وراه كده، وهو هنصور وهنلاقي ان الفلويد فعلا متحوش تحت، فهنقدر نشخص فلويد فيوجن حتى لو كميه صغيره جدا. طيب لو احنا بقى شاكين لا ان هو مثلا عنده نيوموثوركس، زي مثلا شاكين في ليفت نيوموثوركس، الهواء المفروض انه هيتجمع فين؟ فوق، فنخليه برضه ينام على جنبه اليمين، لان الليفت هو اللي هيبقى فوق والهواء بالتالي هيبقى اعلى حاجه فوق خالص. فهمت قصدي؟ وبالتالي برضه نصوره من فوق لتحت من يمين للشمال مثلا، هنلاقي ان الاير هو اللي اقصى حاجه طالعه فوق. يعني ده مثلا اهو، ده ايه ده؟ ده عيان متصور ازاي؟ ده عيان متصور على جنبه اليمين عشان احنا كنا شاكين هنا ان في ايه؟ بلورال افيوجن، لقينا ان في فلويد ليفل هنا، ده كميه فلويد، دي كميه محترمه يعني ممكن هتبان في الفرونتال فيو العادي، لكن احيانا في الفرونتال فيو العادي لو كميه قليله ما تبانش فيها ما تبانش في الاكس راي العادي اللي هو البوستر انتيريو فيو الروتين. اللوردوتيك فيو انتوا عارفينه بقى اللي هو بتاع اللانج ايبكس مينلي، علشان نشوف بيه لو في مثلا ايبيكال تيومر، احنا شاكين مثلا في بانكوست تيومر او غيره. بيتعمل بطريقتين، يا اما العيان واقف زي ما هو واحنا بنجيب الانجيوليشن يبقى كرينيال شويه، يعني نوطي التيوب شويه ونخليها هي اللي كرينيال انجيوليشن شويه، وفي ناس قالوا لا ده هو ممكن التيوب زي ما هي هوريزونتال من غير اي انجل، والعيان هو اللي ايه يميل بظهره لورا شويه. على كل حال او زي المنظر ده كده، دي طريقه، والطريقه الثانيه ان احنا لا العيان واقف زي ما هو الانجوليشن هي بتاعت التيوب. على كل حال دي وظيفتها اساسا علشان ان احنا نشوف الايه اللانج ايبكس زي الحته دي اللي هي ممكن تكون مستخبيه بالريبس والكلافيكل من فوق. امتى بنستخدم او نعمل الاكسبيراتوري فيلم بقى؟ احنا قلنا الطبيعي الروتين ان هو بنقول له خد نفس جامد واكتمه، ده اللي هو الفول انسبيراتوري. امتى نعمل اكسبيراتوري فيلم؟ بنعمل اكسبيراتوري فيلم في حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه لو احنا عايزين ندرس هل في اير ترابنج ولا لا. يعني ايه؟ واحد شاكين ان عنده برونكيال اوبستراكشن على ناحيه سي الرايت برونكس، فلما بنيجي نقول له خد نفس جامد واكتمه اللي هو الروتين بتاع البوستر انتيريو فيو، هنلاقي الاثنين لانجز الى حد ما نورمال الى حد كبير، ما بنقدرش نعرف فيهم هل فعلا فيهم اير ترابنج ولا لا. احنا بنروح عاملين ايه بقى؟ نروح قايلين له اكسبيراتوري فيلم، طلع النفس خالص واكتمه وهو مطلعه، وبعد كده نصور فيلم اكسبيراتوري. لما بنصور فيلم الاكسبيراتوري المفروض النورمال لانج هتفضى صح؟ هتفضى خالص، يعني الهواء اللي فيها يخرج، وبالتالي النورمال لانج تصغر في الحجم وتبيض شويه، ما عادتش سودا قوي زي علشان الهواء اللي فيها في الانسبيريشن يعني اقل جامد صح؟ اللانج بقى اللي فيها البرونكس اوبستراكتد بتبقى عامله زي الشيك فالف، فبالتالي ما بتعرفش تخرج الهواء كويس، فبالتالي بتلاقيها ايه؟ الوضع ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن بالنسبه لها تقريبا ثابت، يعني نلاقيها برضو لسه كبيرة في الحجم ونلاقيها برضو لسه مسودة، فيحصل كونتراست جامد ما بين النورمال لانج واللانج اللي فيها اير ايه ترابت، ان النورمال لانج بيضت والابنورمال لانج اللي فيها اير ترابنج لسه سودة زي ما هي. ده احيانا لدرجة ان هو علشان الابنورمال لانج لسه محتفظة بالحجم الكبير بتاعها بتاع الانسبيريشن، يحصل شوية ميديستاينال شيفت لللانج للناحية التانية السليمة في الاير ترابنج. فدي بنشخص بيها الاير ترابنج. الكلام ده بيبقى مهم في العيانين السسبكتد فورن بودي يعني انهاليشن. المشكله ان اغلب العيانين بتوع السسبكتد فورن بودي انهاليشن ايه؟ اطفال. اغلب العيانين بتوع السسبكتد فورن بودي انهاليشن اطفال عندهم سنتين وثلاثه ودخل فيهم او من ثلاثه
فالعينين دول صعب ان انت تخليه ياخد نفس ويكتم، فبيستعيضوا عنها احيانا بالديكيوبيتس فيوز برضو، وده من احد استخدامات الديكيوبيتس فيوز بالذات في الاطفال. ازاي؟ قال لك ما هو برضو قصة نفس القصة، انت العيان اللي مصوره بوستر انتيريور فيو ده وخليته وبتصوره واخد نفس عادي يعني ده الروتين يعني، هتلاقي التو لانجز قد بعض تقريبا صح؟ لكن لو جبت عيان حتى نورمال ونيمته على جنبه اليمين ونيمته على جنبه اليمين، هتلاقي ان الديبندنت لانج اللي هي اللانج اليمين دي ابتدت تصغر شويه في الحجم، واخد بالك؟ وابتدى اغلب مع النفس الليفت لانج اللي هي النون ديبندنت دي هي اللي اكتر اعتماده عليها، هي دي اللي بتكبر وتصغر مع النفس ومع الاكسبيريشن. فقالوا برضو طيب خلاص احنا نجيب الواد ده الطفل ده اللي احنا شاكين مثلا عنده فورن بادي اسبيريشن في الرايت مثلا رايت برونكس، ونصوره رايت كيوبيتس وليفت كيوبيتس، ونشوف هل فعلا اللانج فوليوم بتاع لما بتبقى اللانج الرايت دي هي اللي بتفرق ولا ما بتفرقش. لو لقيناها ما بتفرقش يبقى فعلا اللانج دي ما بتخرجش الهواء كويس، وبالتالي فعلا اللانج دي فيها ايه اير ترابيك. برضو الكلام ده ما عادش يعني بيستخدم جامد مع انتشار السي تي ومع ان احنا بقى، بس طبعا في الاطفال برضو ما زال استخدام السي تي ده شيء ما بيحبزهوش الى حد ما. تاني حاجه في النيوموثوركس الاكسبيراتوري فيلم برضو ليه اهميه شويه في تحديد النيوموثوركس، مع ان ده عليها ديبيت شويه ان هو بيوضح النيوموثوركس احسن. ليه؟ لان النيوموثوركس خط فيسرال بلورال لاين وبراه اسود خالص، واللنج في الانسبيريشن بتبقى سودة، فممكن ما تعرفش تشوف الخط ده لان الكونتراست مش جامد. في الاكسبيراتوري فيلم اللنج النورمال هيحصل لها ايه؟ هتصغر وتبيض، والبلورال سبيس هيحصل في ايه؟ هيكبر وهيبقى مليان اسود، فالكونتراست هيتحسن فتقدر تدوتكت النيوموثوركس احسن. الشيست اكس راي بقى انتوا عارفين الاناتومي بتاعه اللي هو الاورتيك نوب والبالمونري سيجمنت، وبعد كده الليفت فينتركل وادي الايبكس، الرايت كاردياك بوردر اللي هو كارديوميديستاينال كونتور الاناتومي بتاعه، واحنا قلناه في المحاضرات بتاعت الريفيجنز وغيره. ده الرايت اتريوم، ساعات هنا يجيب ده بيبقى الاي في سي، الاستندنج اورتا والسوبيرو فينا كيفا، والحته دي اسمها الرايت باراتراكيال سترايب والليفت باراتراكيال سترايب. ده المنظر يعني الدايجرام متركب على الشيست اكس راي بيبقى عامل ازاي المنظر. ادي الجاستريك اير بابل، وادي الهارت نايم على الهيميديافرام، ده الرايت اتريوم، وادي السوبيرو فينا كيفا بيصب في الرايت اتريوم، ادي الاورتيك نوب، وادي الايه بالمونري ترانك، وهكذا. الحته بتاعت التراكيه دي اهي بتتقسم، ادي الكراينه تدي رايت مين ستيم برونكس وليفت مين ستيم برونكس، بتلاقي في خط ابيض صغير خالص عند الرايت لور تراكيه كده، ده اسمه بيسموه ايه رايت باراتراكيال سترايب. في الشيست اكس راي في حاجات اسمها سترايبس، في حاجات اسمها لاينز، كلها لاند ماركس عشان نقدر نعرف بيها هل في مثلا لينف نودز، هل في اي باثولوجي ولا لا. الاسترايب بيبقى ادخن شويه، اللاين فيري ثين. من اشهر الاسترايبس اللي موجوده دي عندنا رايت باراتراكيال سترايب، بالذات في الرايت لور ايه بوردر بتاع التراكيه، في برضه ليفت تراكيال باراتراكيال سترايب. في ورا الهارت هتلاقي ثلاث خطوط ورا الهارت، الفيلم ده بصوا الى حد ما جايبينه هارد شويه علشان نقدر نشوف بيه الخطوط احسن. ليه انا قلت هارد؟ لان انا عارف اشوف بوني ديتيلز من ورا الهارت، وشايفين الفيسل زياده قوي يعني لازم من ورا الهارت. لكن على كل حال احنا هنا جايبينه علشان نشوف الايه اللاينز والميدياستاينال لاينز اللي احنا هنتكلم عليها دي. اول حاجه ادي الاورطه اورتيك نوب، ويروح نازل على الليفت كده، على الليفت سايد من السباين يعني، ده اللاين ده بيسموه البارا اورتيك لاين. بعدين ادي السباين نفسها واللاين بتاعها ده بيسموه البارا سباينال لاين اللي هو اخر حدود السباين او الفرتبري الدورسال فرتبري من الناحيه. بتلاقي كده في خط ميد لاين كده، هنا خط ميد لاين هنا، لا هو خط بتاع الاورطه ولا هو الخط بتاع السباين ولا هو ده بيسموه الايه، ده الازايجو اسوفجيال ريسس، ده الازايجو اسوفجيال ريسس. ساعات كده يبان لك في اللور اند بتاع التراكيه خط ابيض كده، شايفينه هنا خط ابيض كده، ده بيسموه انتيريو جانكشنال لاين. ايه الانتيريو جانكشنال لاين؟ شايفينه واضح ولا مش قوي؟ ساعات يبان حلو قوي في الاكس راي وساعات ما يبانش، كل اللاينز دي ساعات تبان وساعات ما تبانش. لو قعدت تلعب في الويندو كده هتشوف حاجات ما كنتش بتشوفها قبل كده خالص. الانتيريو جانكشنال لاين اللي هم التو لانجز وهم بيلتقوا من قدام، بتبقى دي متغطيه بفلورا ودي متغطيه بفلورا، الفلورا من الناحيه دي والفلورا من الناحيه دي، المفروض ما يبانوش لوحديهم، بس عشان الجانكشن بقوا دبل لاير وبقت تخينه شويه فساعات يبان على هيئه لاين كده. والبوستيريو جانكشنال لاين
ادي الانتيريو جانكشنال لاين، البوستيريو جانكشنال لاين هو الخط ده اللي هم التقاء التو لانجز برضه مع بعض بس بوستيريورلي. فهو رسم لك ادي الاحمر اللي هو الانتيريو جانكشنال وادي البوستيريو جانكشنال لاين، ساعات يبانوا وساعات ما يبانوش قوي. الانتيريو جانكشنال لاين هو الخط اللي التقاء التو لانجز مع بعض قدام، بيبان حلو قوي بالايه؟ بالسي تي. هو ده الانتيريو جانكشنال لاين اللي بيبان عندنا ساعات بالاكس راي. ساعات الفيشرز تبان في الاكس راي وساعات ما تبانش، بالذات الايه الهوريزونتال فيشر. ده مكان الهوريزونتال فيشر وده مكان الاوبليك فيشر في البوستر انتيريو فيو، ويكمل الاوبليك فيشر لان هو بيبقى لافف كده، ده من الايه من الانتيرو من لحد ده من البوستيرو لحد الانتيرو، فساعات يبان وساعات ما يبانوش. لكن ده الاناتوميكال لاند مارك بتاعهم، ده الاناتوميكال لاند مارك بتاع الاوبليك ميجر فيشر، وادي الاناتوميكال لاند مارك بتاع الهوريزونتال فيشر في الرايت لانج. بيبقى تقريبا من عند دي 4 من عند المانوبريو ستينر جانكشن لحد اخر التقاء الهارت مع الهيميديافرام. فبالتالي اي حاجه هتيجي في الحته دي، لو انا حتى في الفرنتال اكس راي مش عارف احدد لكن لقيتها في اللاترال اكس راي في الحته دي، معناها ان احنا بنتكلم عن الايه؟ عن الابر لانج بالنسبه للليفت، هنا اللور لانج بالنسبه للليفت، لكن لو لقيتها هنا ده الابر رايت ابر لوب، لكن هنا ده الايه؟ الميدل لوب، هنا ده الايه؟ رايت لور لوب، لكن دي هنا الليفت لور لوب وهذه هنا الرايت الرايت سوري الليفت ابر لوب. بصوا ساعات يبان ده عيان مثلا عنده كونجستيف هارت فيلير، فبتوع الكونجستيف هارت فيلير دولت بيبقى عندهم اصلا زياده في اللانج ماركينجز كلها وزياده في البيسل وشويه ثيكننج في الفيشرز وممكن تلاقي فيوجن وبتاع. فهنا تلاقي ايه؟ هوريزونتال فيشر باين اهو، هنا الاوبليك فيشر شايفينهم الاثنين كده، الاثنين هوريزونتال فيشرز بيبقوا باينين. حتى في النورمال ممكن يبانوا من غير هارت فيلير، في النورمال يبانوا بالذات في الاجهزه الحلوه يعني. الاوبليك فيشر كلنا بنعرف نشوفه بالسي تي، بالذات لو انت عامل هاي ريزولوشن وحسنت الصوره شويه هتلاقي الهوريزونتال اوبليك سوري الميجر اوبليك فيشر باين حلو جدا وبيتقدم مع كل الخطابات. طول ما انت نازل كودري تلاقيه بيطلع قدام. الهوريزونتال فيشر يعني ساعات كتيره الناس تقول لنا ما بعرفش اشوف، بس لو ركزت فيه وعرفته هتلاقيه بتعرف تشوفه بنسبه 80 90% في السي تي. هتلاقيه عامل زي الموجه كده اندلنت كده، لان هو بيبقى ماشي مع القط فيبان حته وحته. لا هو ده المنظر بتاع الهوريزونتال ماينر فيشر. شايفين ده عيان عنده افيوجن والافيوجن ساعات يبقى انسيستد ويخش جوه الفيشر، فراسم الفيشر حلو جدا. ده الايه؟ ده الهوريزونتال ايه؟ ماينر فيشر. شايفين هنا الميجر فيشر مرسوم حلو ازاي؟ ودي الهوريزونتال ايه؟ فيشر. طبعا ده عيان كاردياك وعامل استرنوتومي وعامل فالف وحاجات دي. اللاترال فيو دايما بنعتبره العدو بتاعنا، ما بنبقاش فاهمين الاناتومي بتاعه حلو. لكن هقول لكم على شويه لاند ماركس كده تعرفوها هتسهل شويه في الاناتومي بتاع الشيست اكس راي بتاع اللاترال فيو ده. طبعا دي الدورسال سباين، الارش اوف اورطا هو الكبير اللي معدي من فوق، ادي الارش اوف اورطا ويكمل الاورطا هنا، ادي الهارت طالع منه، ادي الارش اوف اورطا اهو ماشي. هتلاقي ساعات يبان قرش تاني صغير اصغر منه كده تحت القرش في اورطة وكانه بارلل ليه، ده الليفت مين بالمونري ارتري، ده الليفت مين بالمونري ارتري، وبيبقى مشعلق فوق الليفت مين ستيم برونكس. ادي الليفت مين بالمونري ارتري، ساعات الحقيقه يبان وساعات ما يبانش. كل الحاجات اللاترال بلين اكس راي دي ساعات فيها حاجات تبان حلو قوي وساعات ما تبانش حلو قوي. ادي منظر الاورتيك ارش اللي هو لاند مارك في اللاترال، وادي الدورسال سباين، وده الهارت، ده الانتيريور ميدياستاينم اللي هو الريتروسترنال سبيس، ريتروسترنال سبيس اللي هو المفروض يبقى كلير ما فيهوش حاجه، وده الريتروكاردياك سبيس. في ساعات لو خدنا زوم شويه وركزنا شويه هنلاقي ادي التراكيه بتخلص، التراكيه هي بتخلص، وادي البايفوركيشن بتاعها، بنلاقي في كان رينج صغيره طالعه من التراكيه، اول واحده خالص اول برونكس بتطلع خالص هي البرونكس بتاعت الايه؟ بتاعت الرايت ابر لوب، هي اول برونكس بتطلع من التراكيه، بعد كده تكمل التراكيه برونكس انترميديوس وليفت ايه؟ مين ستيم صح؟ فاول برونكس اول رينج دي بتاعت الرايت ابر لوب، رايت ابر لوب برونكس. الرايت هايلر فاسكولار اوباسيتي دي تبقى احنا هنا شايفين ده الارش في اورطه صح، ادي التراكيه اهي شايفين الاير بتاعها، اول رينج هنا دي اللي هي الايه دي الرايت ابر لوب برونكس، بعد كده دي بقيه البرونكس انترميديس، قدامها على طول بيبقى فيه الرايت هايلر فاسكولار اوباسيتي. وليها تفاصيل بقى ازاي نعرف مين فيهم الرايت بالمونري والرايت بالمونري ارتري وفين وبتاع، مش مشكله قوي الكلام ده يعني مش هدخلكم عليه.
لو احنا بنقارن الافلام ببعضها بنحط زي ما بنحط في المام وكده، ده الاولد مثلا بوستر انتيريور، ده الاولد او ده النيو، الاولد لاترال والاولد لاترال والنيو لاترال، بحيث ان هم يبقوا الاثنين يعني الكومباريزون يبقوا الاثنين مع بعض في نفس ده يعني ناس بتحب تقولها كطريقه لازاي تحط الافلام زي ما بالظبط في المامو، لكن المامو يعني اهم بكتير. كده خلصنا الشيست اكس راي البيزكس. هنقول بس كلمه، لو احنا عايزين نصور حاجات تانية وشفنا اي ابنورماليتي في الشيست اكس راي اللي هو بيعتبر البرايمري ايمجنج موداليتي للشيست، وعايزين نعمل يعني الستيب اللي بعدين في التصوير، ايه الاذر ايمجنج موداليتيز اللي ممكن نستخدمها؟ طبعا اول واحد السي تي، وهو اهم حاجه في الشيست واهم حاجه بعد الشيست اكس راي. الام ار اي ليه انديكيشنز قليله جدا، الالترا ساوند ليه انديكيشنز برده قليله جدا، البيت سي تي ليه طبعا انديكيشن بس طبعا ليه ليميتيشنز زي السعر وغيره، الفي كيو اللي هو النيوكليير ميديسن اللي هو بنشخص بيه مين للبالمونري امبوليزم برضه في انديكيشن قليله، الفلوروسكوبي وغيره. السي تي مثلا بنعمل كونفنشنال سي تي اللي هي في اللانج ويندو وميدياستاينال ويندو، احيانا نزود بون ويندو ونزود احيانا اللي هو الام بي ار اللي هم المالتي بلانر ريفورماتد ايمجز، او في ار اللي هو الفوليوم ريندرد ايمجز والفيرشوال برونكوسكوبي والحاجات دي احيانا يعني نضطر نعملهم واحيانا لا، لكن الكونفنشنال هو اللانج ويندو والميدياستاينال ويندو. هل روتين نستخدم في اي سي تي في اي سي تي تشيست؟ هل روتين نستخدم كونتراست؟ لا، روتين في السيتي تشيست ما هوش بالويز كونتراست. كونتراست انهانسد سيتي بنستخدمه لو احنا شاكين في فاسكولار ليجن، لو احنا عايزين نشوف الميدياستاينال ليمفينوز بتبقى احسن كتير بالكونتراست انهانسمنت عشان تدلينيت الفرق ما بين الفيسل والليمفينود. برضو بتبقى لو احنا عايزين نشوف انهانسمنت بتاع الليجن، ليجن عندنا عايزين نشوف هل هو انهانسنج ولا لا، هو ده اللي بنستخدم فيه الكونتراست انهانسد سيتي. لكن الروتين وزود كونتراست، يعني لو احنا بندور على بالمونري نوديولز ما بنستخدمش كونتراست، احنا بنعمل عشان متسز مثلا ما بنستخدمش كونتراست وهكذا. لو احنا بنعملها مثلا عشان برونكيكسز ما بنحتاجش في الغالب وهكذا، اغلب الحاجات دي ما بنحتاجش فيها. ده عكس يعني كتير من الشائع عندنا ان الروتين سيتي تشيست يبقى ويز كونتراست، لا الروتين سيتي تشيست وزود كونتراست. امتى نعمل هاي ريزوليوشن سي تي؟ الهاي ريزوليوشن في الغالب بيتعمل برضه وزاود كونتراست، وبيتعمل لو احنا شاكين مينلي في انترستيشيال لانج ديزيز، او ليها بعض الانديكيشنز الثانيه مثلا عيان جايب ديسني وعمل شيست اكس راي لقينا نورمال، فبنبقى شاكين برضه انه ممكن يكون انترستيشيال تشينجز فبنعمله هاي ريزوليوشن. احيانا بقى نعمله اكسبيراتوري او نعمله برون، دي هقولها لكم في قصه ثانيه مش 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 وقتها دلوقتي. السي تي انجيوجرافي، امتى نعمل بقى سي تي بالمونري انجيوجرافي؟ لو احنا شاكين في ايه؟ في بالمونري امبوليزم. امتى نعمل سي تي اورتوجرافي؟ لو احنا شاكين مثلا في اورتيك ديستكشن. الام ار اي، ايه الدور بتاع الام ار اي في التشيست؟ الحقيقه الدور بتاع الام ار اي في التشيست ضعيف جدا وسهل يعني بسيط جدا، ما هوش المين، لان السي تي هو الاساس في الشيست. اما الام ار اي بنستخدمه مينلي للحاجات اللي في ما عدا اللنج، يعني ايه؟ لان احنا ما نقدرش نشوف الهواء كويس في الام ار اي، فبنستخدمه في الشيست وول، او نستخدمه في الدايفرام، او نستخدمه في البريكل بلكسس. يعني مثلا عندي بانكوست تيومر وعايز اشوف الانفيجن بتاعها داخله في النيورال فورمن وعامله ايه للبريكل بلكسس وعامله ايه مش عارف. ماشي، لو احنا عندنا ميزوسيليوما وعايزينها نشوفها هي انفلتريتنج دايفرام وداخله ولا لا ومش عارف ايه، ماشي. لو احنا عندنا مثلا بريست كانسر وعايزين نشوفها لانفلتريتنج شيست وول وبتاع، ماشي. يبقى الحاجات اللي هي ايه السوفت تيشو في ما عدا اللنج نفسها ده، او المدياستاينم برضو من ضمن الحاجات المهمه فيها المدياستاين. اما في بقيه اللنج نفسها الرول بتاعه ضعيف جدا. طبعا في حاجه بقى اسمها كاثيتر انجيوجرافي، سواء بالمونري او اورتوجرافي او برونكيل، ده بالذات في العينين بتوع الهيموبسيس. البالمونري انجيوجرافي كان الجولد ستاندرد زمان في البالمونري امبوليزم، لو احنا شاكين في البالمونري امبوليزم كانوا يخشوا يعملوا بالمونري انجيو كاثيتر علشان يشوفوا هل فعلا في فيلينج ديفكت ولا لا. دلوقتي السي تي بالمونري انجيو الى حد كبير يعني استبدل الكاثيتر انجيوجرافي علشان طبعا ايه ليس انفيز. ما زال البالمونري انجيوجرافي مهم جدا في عيانين اللي عندهم بالمونري فاسكولار مالفورميشن او بالمونري اي في ام. لو احنا عيان عنده بالمونري اي في ام وحتى لو شخصناه بالسي تي بيبقى محتاج احيان كتير نعمله علشان نعمل تريتمنت، بنعمل بالمونري انجيوجرافي عشان نعمل كويلينج ونقفل بيه الايه الانيوريزم. الاورتوجرافي بنعمل سي تي اورتوجرافي لو احنا شاكين في فاسكولار انومالي، شاكين في تروما وعمل ديستكشن او غيره. عيان اللي جاي عنده هيموبسس بنعمل ساعتها سيلكتيف كاثيتر برونكيال انجيوجرافي علشان نشوف فعلا البليدنج برونكيال ارتري فين، وبرضه نعمل له برونكيال ارتري امبوليزيشن.
امتى نستخدم الالترا ساوند وايه استخدامات الالترا ساوند في تشيست؟ لا الالترا ساوند في الشيست مهم في حالات البلورال افيوجن علشان نشوف فعلا في بلورال افيوجن ولا او جايدد اسبيريشن منها لو احنا شفنا احيانا لو احنا شاكين في ديفراجماتيك باراليسيس اللي هم بيسموه يا اما نعمله فلوروسكوبي زي عشان نشوف البارادوكسيكال موفمنت يا اما نعمل الترا ساوند لو احنا مش عايزين نعرض العيان ده لاكس راي فبنعمل برضو الخليه ياخد نفس ونشوف المفروض ان مع الانسبيريشن الهيم ديفرام هيحصل ايه هينزل لتحت لكن لانه بيطلع لفوق يبقى ده في الغالب ايه ده بارادوكسيكال موفمنت اللي غالبا نتيجه لدايفراجماتيك باراليسيس. برضو في النيوموثوركس في كلام كتير دلوقتي على استخدامات الالترا ساوند في النيوموثوركس. الفي كيو سكان بتاع البالمونري امبوليزم ده مشهور جدا واكيد خدتوا عنه محاضرات اللي هو ده اللي بنقدر نعرف بيه الفرق ما بين الفنتيليشن والبرفيوجن. طبعا لما بيبقى الفنتيليشن نورمال والبرفيوجن هو اللي ديفكتيف وحصل ميس ماتش ما بين الفنتيليشن والبرفيوجن معناها فعلا الحته دي مش واصل لها البلاد كويس وهو ده الدايجنوستيك بتاع البالمونري انفارك او البالمونري امبوليزم. البيت والبيت سي تي ليهم استخدام كاي بيت في تيومرز مينلي في الستيجنج بالذات لو واحد عنده برونكوجينيك كارسينوما او ليمفوما او ميزوثيليوما في الستيجنج ده استخدام المين انديكيشن للبيت والبيت سي تي. احنا تقريبا خلصنا بس هنلعب لعبه كده واوريكم ايه الفارينس اللي بتحصل في الشيست اكس راي ونورمال فارينت ولازم تبقوا عارفينها علشان ما تلخبطناش ان دي فعلا باثولوجي. اول حاجه دي احنا لسه قايلينها وعارفينها كلنا اللي هو ايه الازايجوس لوب والازايجوس فيشر التيل دروب الشيب بتاعه ده الشهير وده الموست كومن اكسسوري فيشر وموجود في حوالي من 1-2% من الناس فهتلاقيه فيري كومن في حياتك وما تلخبطش ان دي ايه ده وده نوديول دي ولا دي ايه دي فيري كومن. برضو ده فيري كومن برضو موجود في حوالي 1% من الناس اللي هم الايه ده ايه ده سيرفايكال ريبس سيرفايكال ريبس بايلاترال بوني سيرفايكال ريبس اسيمتريكال على الشمال اكتر من اليمين وهو في احيان كتير كومن ان هو يجي بايلاترال واسيمتريك. لا هو ده من غير عد انا مش جايب لك شيست اكس راي كامل عشان تعده لكن هو ده الفيرست ريب لكن ده مش منظر فيرست ريب ما بيبقاش قصير كده ده يا دوبك جاست ارتكيوليتنج مع الايه؟ مع السي 7 ترانسفيرز بروسس فده السيرفايكال ريب. نعم اكتر على الليف طبعا يعني اكتر على الليف هو احيانا كتير هتلاقيه بايلاترال واسيمتريك يعني نادر لما يجي بايلاترال سيمتريكال لو هو بايلاترال هيبقى اسيمتريك في الغالب واحد اكبر من ناحيه. برضو ستايمكسيل ساين بالذات في الاطفال الصغيرين بيبقى عندهم ستايمس كبيره وبتبقى ساعات عامله زي شيب كده زي الشراع فيسموه سيل ساين وده احيان كتير كمان الناس تلخبط ما بينه وما بين الباثولوجيكال سيل ساين بتاع النيومو ميدياستاين العين اللي بيجي له نيومو ميدياستاين بالذات لو طفل ولسه عنده ستايمس كبيره تلاقي الاير سراوندنج ستايمس فيسموها برضو ايه سيل ساين بس هو في سيل ساين فيسيولوجيكال ده الطبيعي وفي سيل ساين اللي هو اوتلايند باي اير اللي هو بتاع نيومو ميدياستاين ده مثلا ايه ده ديكستروكارديا الهارت باصص ناحيه اليمين مش باصص ناحيه الشمال ده يعتبر نورمال فاريانت يعني يعتبر فاريانت ما هواش باثولوجي وان كان اسوشيشن مع حاجات كتيره بعد كده في الكونجنتال هارت ديزيز هل ده ديكستروكارديا ولا سايتس انفيرسس ديكستروكارديا يعني الليفر زي ما هو على الناحيه الرايت والاستومك على الناحيه الليفت طب ده ايه ده ديكستروكارديا بقى ليه عنده سوري ده سايتس انفيرسس بقى ليه عنده ديكستروكارديا صح وادي الفندق اير بابل على الناحيه يعني ده مش بس ديكستروكارديا ده سايتس انفيرسس توتالس طيب ده ايه نورمال هو نورمال فاريانت بس برضو اسوشيت بحاجات اللي هو الايه ده رايت سايدد اورتيك ارش رايت سايدد اورتيك ارش الاورتيك نوب المفروض تبقى هنا الاورتيك نوب جت الناحيه دي فده رايت سايدد اورتيك ارش ده ايه حد شايف ابنورماليتي قولي كده الكلافيكل واحده منهم تحت وواحده فوق بس كده ماله الدايفرام لا حلو اهو مقطوش بس حاجه زي الاير تحت الايه تقصدي ايه دول تحت الليفت كلافيكل ده تحت الليفت كلافيكل هنا يعني ما حلوه ايه ما
تقصد الحته دي يعني؟ لا لا ده اوفرلابنج مش ده ارتري، مش ده الهايلم؟ والهايلم ده هنا بنسميه هايلر بوينت، دي هايلر بوينت. وطبعا احنا عارفين الرايت هايلم كمان بيبقى ايه؟ تحت الليفت هايلم سنه، صح؟ الرايت هايلم تحت الليفت هايلم سنه، يعني الهايلر بوينت على الرايت تحت سن الليفت هايلم. لا هنا لو تلاحظوا الفرق ما بين التو سكابيولي، السكابيولا الناحيه دي محترمه وطبيعيه، السكابيولا الناحيه دي هاي رايدنج عاليه جدا، عاليه جدا وروتيتد شويه وبتاع، ده بيسموها سبرينجل ديفورمتي، بيسموها ايه؟ سبرينجل ديفورمتي، او في ناس تحب تسميها سبرينجل لو هي الماني يعني، لكن هي سبرينجل ديفورمتي. ده بيبقى هاي رايدنج سكابيولا ما نزلتش، واحيانا وده كومن يعني كومن جدا انومالي في الشولدر يعني، لكن بيبقى احيانا اسوشيتد بانوماليز اكتر من كده، لكن لو هو ده لوحده بيبقى معاه بس شويه ايه ليميتيشن للموفمنت، ما بيبقاش بيحرك كتفه كويس، بيبقى عنده شويه مشاكل خفيفه، لكن احيانا بيبقى اصعب شويه يعني، احيانا بتبقى مش بس هاي رايدنج وبتبقى في عضمايه واصله ما بين الاسكابيولا وما بين الفرتبرا. الاسكابيولا باللاتيني اسمها اومو، صح؟ فالعضمايه دي بيسموها اومو فيرتبرال بون او بار، اومو فيرتبرال بون او اومو فيرتبرال بار، دي بتبقى اسوشيتد مع السبرينج ديفورميتي. ده نورمال فاريانت يعتبر، بس ايه لو شفته كده هتتخض تقول ايه ده، وعضمايه طالعه من دماغه وعضمايه طالعه من رقبته، وفي حاجه العيان ده هيموت اكيد. وده نورمال فاريانت، العيان اسيمتوماتيك، كل حكايه عنده ايه شويه ليميتيشن. برضو حد شايف هنا حاجه؟ سيبكم من اللاند ماركينج زياده والفيلم شويه سوفت يعني، مش مشكله. في حد شايف حاجه انوماليز غريبه؟ حلو. طب ايه ده؟ ايه ده؟ ده هوريزونتال فيشر، صح؟ طيب شايفين ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ في كلو هاند هنا كده، صح؟ ده ريب، انتيريور ريب، ساعات كتيره بتلاقيه يبقى بيفيد شيبد، فورك شيبد، بيسموه فورك دريب او بيفيد ريبس، بالذات الانتيريور ريبس دي فيري كومن ونورمال فاريانت وما فيهاش اي مشاكل خالص، ان هو الريب يجي في الاخر كده انتيريور كده ويروح مقسوم لاثنين وعامل شكل الشوكه كده او كده، بيسموه بيفيد ريبس. ده ساعات كمان بتلاقي الريبس الانتيريور ريبس برضو تلاقيهم واصلين ببعض، يعني هنا ده ريب وهنا ده ريب وما بينهم بوني بريدج، بيسموه ايه؟ بوني بريدج، يعني التو ريبس كانهم ايه واصلين، زي مثلا ده انتيريور ريب، ده انتيريور ريب، تلاقيهم واصلين ببعض هنا كده بايه؟ ببوني بريدج. برضو ده نورمال فاريانت في الشيست وول، ما فيهوش مشاكل. حد شايف حاجه هنا؟ نورمال يعني؟ شفتوها كده؟ برضه لا. طيب ما علينا، هو ده برضه من ضمن البوني بريدجز اللي انا كنت بكلمكم عليها، الفيرست والسكند ريب الاثنين كانهم لاحمين ببعض، بالذات على الناحيه الشمال كانهم كونكتد ببعض، المفروض ادي الفيرست ريب والسكند ريب المفروض ينزل بعيد عنه ملوش دعوه، الاثنين كونكتد ببعض وحصل زي سودو ارتكيوليشن هنا، ده برضه نورمال فاريانت. لو ركزتوا في الصوره تاني كده هتلاقوا ان هنا ده الريب ده ماسك في الريب الاولاني بالحته دي، ده كده ايه؟ ده برضو سودو ارتكيوليشن او بوني بريدجنج بيسموها ساعات، ده نورمال ما فيهاش مشاكل. حد شايف حاجه هنا؟ سيبكم من الاورتك ناكل، طبعا فظيعه دي مش دي. اه ايه ده؟ في رايت هيميدايفرام عالي جدا وتحتيه زي اير، ده ما يلخبطكمش، ده في النيوموسوركس، في النيوموميدياستاين، ده اسمه ايه ده؟ ده كولون، ده كولون انتربوزد ما بين الليفر وما بين الهيميدايفرام، وده فيري كومن هتلاقوه في حالات كتير وبتعرفهم بانه في الهستوريشنز بتاعت الكولون الهيباتيك فريكشر، ده اسمه كلايديتس ساين او كلايديتس او كايل، هو كلايديتس سي اتش اي ال اي اي دي ايتس اي تي اي اس. ده عنده ايه؟ في اي عنده اي انوماري وعنده اي مشاكل؟ حد شايف اي حاجه؟ بيقول لك ده طالع له جهاز في صدره يا بيه. لا هو مركب بيس ميكر يعني. يعني طبيعي كده مفيش حاجه، ده النورمال. مش سامعك والله. على كل حال هو المفروض ان البيس ميكر ده بيدخل الهارت عن طريق الايه؟ بيخش من السوبيريو فينا كيفا، صح؟
سب كليفين وراح داخل السوبيريور، المفروض ان السوبيريور فينا كيف يبقى هنا صح؟ ده ايه ده بقى؟ ايه اللي مشاه كده؟ ده اسمه ليفت سوبيريور فينا كيف، بريزيستنت ليفت سوبيريور فينا كيف. لما بتيجي نركب سنترال لاين احيانا او كده، المفروض ان السنترال لاين يمشي كده عشان يخش الهارت عن طريق السوبيريور فينا كيف. احيانا تبص تلاقيه ماشي كده لان ده عنده بريزيستنت ليفت سوبيريور فينا كيف. ده نورمال فاريانت، ده نورمال فاريانت من الانوماليز، يعني مش انومالي يعني هو فاريانت، يعني احيانا بيبقى بيرزيستنت ليفت، احيانا بيبقى دبل، هو في الغالب بيبقى دبل بس عنده الرايت هو اللي بيبقى صغير والليفت هو اللي كبير. حد شايف هنا حاجه؟ الايه ميجرين برضه فراكتر في الغالب. ده هنا يعني انومالي او يعني فاريانت صعب شويه، نادر شويه، انا ما شفتوش اللي في الكتب، يعني اللي هو تلاقي ان الكلافيكل طالع منها بوز كده ارتكيوليتنج مع كوراكويد، ارتكيوليتنج مع كوراكويد، اسمه كوراكو كلافيكولار جوينت. ده جوينت مش موجود في الطبيعي، حتى مش موجود عند الراجل ده في الناحيه الثانيه، بس ده نورمال فاريانت ما تتخضوش منه، يعني لو لقيته ده نورمال فاريانت. دي دي الصوره مش حلوه شويه بس يعني يعني باينه، شايفين الاورتيك نوب طالع منها حاجه صغيره خالص كده، بيسموها الاورتيك نيبل، بيسموها الاورتيك نيبل، وده نورمال فاريانت. ده عباره عن الليفت سوبيريور انتركوستال فين مش ارتر، الليفت سوبيريور انتركوستال فين بيبقى معدي من جنب الاورتيك ناكل، فبيعمل الشكل بتاع الاورتيك نيبل. ده نورمال فاريانت ما هواش في اي مشاكل. دي يعني حاجه في السي تي كده، ما كنتش هتطرق لحاجات السي تي بس يعني قلت اجيبها لك ولقيتها. دي الرايت، دي البرونكس انترميدياس ماشي. البرونكس انترميدياس المفروض انها تتقسم بعد كده للسيجمنتال برونكاي اللي بيروح للايه؟ للور لوب، وبعد كده الميدل لوبر برونكس واللور لوبر برونكاي. في ساعات يطلع منها برونكس بدري قوي ميديال قوي رايحه ناحيه الهارت، بيسموها ايه؟ بيسموها كاردياك برونكس. دي بتبقى رايحه للميديال بيزال سيجمنت. ده نورمال فاريانت ما هواش انومالي، يعني دي مش ماشيه مع النورمال سيجمنتيشنز بتاعه الرايت لور لوب برونكس او البرونكس انترميديال، بتبقى طالعه دايركت ورايحه ميديال، فبيسموها كاردياك برونكس. حد شايف حاجه؟ Is there any anomaly أو variant؟ أيوه بالظبط. الريب ده برضو صح، الريب ده برضو بيفد وتخين anteriorly، ده normal يعني variant ما فيهوش مشكلة. احنا كده خلصنا، ويعني اتمنى ان شاء الله تكون استفدنا، ويوم الخميس باذن الله هنبتدي المحاضرات بتاعت الشيست. لو انتوا حد فيكم داخل السكن وانترستد انه يحضر، اهلا وسهلا بيه.